السينادال مرحبا. سيمونيو السلام عليكم. السلام. شتابيت هذا ناشط شتابيت. سي زرهون مرحبا. سي مهدي ادريسي مرحبا، تحياتي لكم جميعا. سي تابيت مرحبا، تحياتي. انا كندير لك هكا الفريقه الحمد لله، غدا وكتقاد غدا شويه كتبعد فينا شويه الامل على ان ان شاء الله يعاود يتصلح الحال بعد ضباب كثيف عم وعمر لسنوات ولمواسم. جاء وقت الرجاء، ربما جاء وقت الرجاء. تحية لكم وتحية لجميع الإخوة المتابعين، السلام عليكم. سمحوا لي على التأخير الطفيف، سميتو كنت شي حاجة كنقاد فيها. مساء الخير سي مسايف، فرصة سعيدة هذه. سي رضا كذلك، سي تابي تحية لك. زوينة ديك العشرة، والله إلا زوينة. أخيرا عندنا عشرة، أخيرا عندنا داك التونسي عشرة كتقول عليه عشرة، كيلعب الفرقة وكيمشي يقلب على البالون، كتحس بأنه كاين عشرة تاع بصح. فالسلام عليكم الإخوان، تحياتي لكم، تحية كبيرة. اللايف ديال اليوم بغيت قبل ما نبداه إلا سمحتوا، الله يرحم الوالدين، المباراة ديال المغرب الفاسي اللي داز دابا واللي شفنا اللي تبعناه جميعا. أول حاجة كنوجهوا التحية للأخت فاطمة الزهراء الحجاوجي اللي دارت واحد المجهود كبير عن طريق بالهاتف ديالها ووسائلها الخاصه، استطاعت انها تنقل لنا صوره من المقابله. فانا بالنسبه لي اول مقابله حبيه ديال الرجل اللي كنشوفها واضحه، فتبارك الله على التليفون ديالها حتى هو، وعلى حتى طريقه التصوير، يعني كتصور كتحاول تركز شي شويه على اللقطات. بطبيعه الحال ما يمكنش لها تصور لك كل شيء بطريقه احترافيه كما كاميرا، ولكن المهم قربت لنا الصوره، كتشوف لا بوزيسيون دو بال عند كل واحد، ملي كتوصل ليه الكره كيبان لك بانه وليت راه كيقبضها، وكتشوف اللاعب هو هذاك كتعرفو. فتحيه ليها وكنشكرها على هذا المجهود اللي دارت، قربت الجماهير من الصوره ديال الحقيقيه ديال الفريق. الحمد لله الفريق اليوم كان في المستوى وحقق نتيجه ايجابيه مره اخرى. كتبقى ربما مقابله وحده حبيه هي اللي غتكون نهار السبت مع فريق ديال تنظن هذاك الفريق، واحد الفريق كيلعب في الهواد جو كرو، سميتو اولا في الدوزيام ديفيزيون، يمكن في الدوزيام ديفيزيون، سميتو غادي تختم هاد السلسله ديال المباريات الحبيه. ف تحيه للبنزرتي والجماهير وكذلك اللاعبين. تيبان لك انه الفرقه ان كل شيء باغي يدير بلاصتو، هذه هي المزيانه في الرجاء. يعني كيبغيو، يعني كيبان لك كل شيء باغي يدير بلاصتو، كل شيء كيحترم المدرب، ما كاينش ديك الزياده والتعواج للكره. ان شاء الله ان شاء الله، حتى حنا ما كرهناش اخويا مباراه بحضور الجماهير، ولكن ما تنساش راك كتعاود الفرقه، ملي كتعاود الفرقه زيرو من الاحسن ليك تفادى شويه لو طاباج ميدياتيك وتفادى شويه ديك التابعه ديال عباد الله راه كتعرفهم. دونك من الاحسن تبقى غادي في صمت من الدوره الاولى. باش علاش؟ لان قريبه البطوله، تبقى هذا الويكاند لا الويكاند الاخر تلعب البطوله، دونك تجيرا فوالا هي اخر مقابله اولمبيك تجيرا. دونك كتبقى بانك انت كيخصك تحافظ شويه على الهدوء ديالك وتحاول تخدم في صمت. علاش؟ لانك انت محتاج انك واحد لو كابيتال كونفيونس، ملي الفرقه كتبدل واحد الهيكله كبيره ديالها واحد النسبه كبيره ديال اللاعبين، فكيحتاج لو كابيتال كونفيونس، محتاج الثقه في النفس. الثقه في النفس كتجيب النتائج، وباش دير النتائج كيخصك تسكت وتخدم في صمت. انا ما كرهتش حتى هاد الماتش ديال اليوم ما يدوش، الناس ما يعرفوناش كيفاش كنلعبوا ولا كيفاش كنبنيو ولا كيفاش كنقطعوا ولا كيفاش كنديروا كونتر اتاك نهائيا، حتى تخرج ان شاء الله الفرقه وتفاجئهم في الدورات الاولى. ندير واحد ثلاثه جوج ولا ثلاثه انتصارات متتاليه، داك لو كابيتال كونفيونس كيطلع، وديك الساعه بغيتي دير شي ماتش اميكال وسط الاسبوع ماشي مشكل، راه غتكون واحد الفتره ديال التوقف، راه ما نديرو في الماتش اميكو، ولكن نكونوا بعدا درنا واحد لا سيري ديال النتائج الايجابيه. سميتو الهبطي، واحد الاخ تيدو على الهبطي سي بالمير، انا شفت لقطات، انا الهبطي ما تبدلش عليا، باش نكونوا واضحين ونات وصريحين، باش من اللي بغى يقول لك كتشوش كتشوش، ما كنتشوش كندوي بكل صراحه. الهبطي ما تغيرش في اللعب ديالو على الشكل ديالو اللي كان، دائما كيبقى شاد الكره
في الوقت في لانستون تي اللي خصو يطلق فيه البالون ما كيطلقوش، حيت الكره اشنو هي؟ الكره عباره عن انترفال، مجموعه انترفالات اللي كتشد لو بورتور دو بالون. لو بورتور دو بالون بحال حطيتي ليه واحد المجموعه ديال القصب ولا ديال العصي كتحطهم ليه كتزرعهم في التيران. هذوك العصي كيكونوا قدامه واحد سته ولا سبعه ديال لي زانترفال. الانترفال هي المسافه ما بين عصا وعصا، هذوك سته ديال لي زانترفال خصو يستغل وحده فيهم يدوز منها الكره. فالوقت اللي اللاعب كيتاخر في ديك اللحظه ديال يدوز كره من الانترفال كتسد ديك الانترفال، كتسد لان يعني تيولي سميتو المدافعين كيوليو كيكوليسيو بيناتهم كيسدو ديك الانترفال، عاد انه التاخر كيخلي صاحبك ديما يكون اونجو. دونك خصك كره تطلقها في الوقت المناسب، تنظن بانه سميتو الحاله الا لا شاف ما عرفش البنزرتي اللي عارف شغله هو اللي غادي يعرف اشنو غادي يدير مع اللاعبين، شكون غادي يخليه وشكون غادي يصيفط. وباقى فرصه لكل واحد، من حق كل لاعب انه تكون عنده فرص حتى تبدا البطوله، ما عندناش مشكل. غير هو ما نساوش بانه راه حتى الميركاتو من حسن الحظ ان الميركاتو راه باقي تقريبا واحد الاسبوع، غادي يكون اسبوع اخر من ورا نهايه الشهر، بمعنى انه حتى في نهايه الشهر يمكن لاعب انه من هنا نهايه الشهر يمكن لاعب انه يلعب معنا اخر ماتش حبي اللي هو ديال التشيره، وعاد يمكن ليه اللي غيمشي يمشي واللي غيبقى يبقى، عنده الفرص يدبر على راسو. دونك هنا بغيت نرجع للنقطة اللي بغيت ندوي لكم عليها او ديبار، اللي هي ديال المسابقة. فبغيت نعلن عليها اليوم، وغدا ان شاء الله غادي نبداها. الفكرة ديال المسابقة شنو هي؟ واحد الاخ من الناس اللي هما كيسكنوا ما بغيتش نقول البلاد، لانه هو سميتو في اوروبا ولكن بغى يحتفظ بالانونيما ما بغاش يقول سميتو، صيفط لي مقابل ديال اربعه ديال البطائق اللي هي بطائق ديال البرونز، اربعه صيفط لي المبلغ ديالها وقال لي الله يرحم باك ويتك تكلف انت سميتو تشري هاد البطائق وتعطيهم الناس اللي هما محتاجين كدعم مني انا للناجا، وكذلك دوك الجمهور تاع الناجا اللي ما عندوش القدره باش يشري البطاقه. فقلت انا ما عندي حتى شي مشكل، ولكن السؤال الذي يطرح هو انهم اللي كتجي وغدا تقول عباد الله شكون اللي محتاج يتصل بيا شكون اللي كذا، راه كاين عدد الناس اللي هما غادي يكون ما محتاجش وهذوك انا محتاج. كاين اللي عنده 50 فرنك في جيبو يخبيها ويجي ياخذ عندك تلاكات كيحرم واحد اخر. لهذا بانت لي الطريقه ديال نقلبوا على الناس صعيبه بزاف، لهذا فكرت في قضيه انه ندير مسابقه. فملي كدير مسابقه كتستافد الفرقه، كتستافد الجماهير، كتسميتو يعني انه واحد مجموعه المعلومات لانها تكون فيها اسئله اللي كتعلق بالرجاء. فملي كطرح اسئله فسميتو اللي فاز بها بصحته راه غادي يصيفط لي، نطلب منه يصيفط لي المعلومات ديالو، وبطبيعه الحال انا غادي ندخلو غادي نسيزيه انا في لا ترانزاكسيون، وانا اللي غادي نشري ليه لاكارت من الحساب البنكي ديالي، وغادي نخلص انايا من عندي انا غنخلص ديك 30 درهم ديال ارسال البطاقه الى العنوان. سيتادير ان السيد اللي غنشري ليه البطاقه اللي غيربح البطاقه غتجي البطاقه حتى لدارو، كاع ما يحتاج غيصيفط ليا العنوان البيانات اللي غنطلب ليه كاملين غيصيفطهم ليا، وانا غنسيزيها وغنخلصها ونصيفطها ليه حتى للدار. غادي يجيبها ليه ملي غادي تخرج بيان سور، غتخرج هذيك الفرقه غادي غيجيبوها ليه حتى للدار، ما عنده فين غيتعذب وعنده البطاقه ديالته باش يمكن ليه يدخل يتفرج الماتشات كاملين ديال الرجاء. فكنتمنى تجيب وادي اخرى، كنتمنى انه الاخوان الاخرين عاوتاني ياخذوا هذه البديله. كنعرف اخوان سميتو قبل كاع من هذا الاخ هذا كانوا اقترحوا عليا انه يديروا هذه القضيه، وانا بقيت كنتهرب لانه ما كنبغيش مشاكل، ما كنبغيش الناس يديروا ينعتوا لا حكا صيفط لك شتك باقي ما شريتيش لا كذا، كتلقى بزاف ديال المشاكل. عاد انه كما قلت صعيب باش تعرف الانسان وتلقى الانسان اللي هو سميتو يعني انه محتاجني لديك البطاقه او ما عندوش امكانيات ديالها. دونك المسابقه بكل بساطه باش نشرحها دغيا بجوج كلمات، غتكون غدا ان شاء الله اللايف غيكون مع السبعه، غنديروا المسابقه ديالنا اللي هي كتعلق، غندويو على شي مؤشر شويه على اخبار ديال الرجاء البيضاوي، وغنفتحوا الباب للمسابقه. فاللي يبغي يشارك مرحبا به، المسابقه سهله، عندي اربعه الاسئله، كل سؤال غادي نطرحه يعني كل بطاقه غنطرح عليها سؤال، كل بطاقه عندي اربعه البطاقه. فالسؤال الاول اللي غادي نطرح المده ديال الاجابه هي دقيقه واحده، اللي جاوب انا اللي جاوبه ما غاديش يجاوبني ديريكت هو بالميساج، باش نتفاهم، اللي بغى يجاوبني يعني ماشي بلابيل ماشي عيط ليا، اللي بغى يجاوبني غيجاوبني بالميساج، غيجاوبني في الميساج في اللايف هنا ما عنديش مشكل، غيجاوب مباشره الاول اللي غيجاوب
او لا او لا ندير واحد القضيه، لانه كاين امكانيه ان واحد غيجاوب الاخر هو يطير عليها. لا، الجواب يكون في الخاص. ياك انت دابا عندك الله، عندك سميتو سميت باباه، عندك واتساب ديالي، دونك واتساب ديالي غتجاوبني في واتساب ديالي في ديك الدقيقه، وانا واتساب راه كيعطيك الوقت فاش جاوبك السيد. دونك الا جاوبتي في ديك الدقيقه وكان جواب ديالك صحيح، راك انت كتقيد في الليسته. ملي لان كاينه كارطه واحده، الا كانوا بزاف الناس اللي هما جاوبوا صحيح، ديك الساعه غندير لهم قرعه، قرعه على الذمه ديالتي انا اللي كنتحمل مسؤوليتها. وغادي ديك الساعه نخرج وغادي نتصل ديك الساعه بداك السيد بالواتساب ديال داك السيد اللي فاز، ونقول ليه ها هما المعلومات اللي خصك تصيفط ليا باش نطلب ليك لاكارت ديالك ونسيزي ليك لاكارت ديالك. داكور، دونك هذه القضيه دقيقه لا غير، غادي نحسبها بالكرونومات. الجواب يجيني الجواب في الواتساب، في الخاص في الواتساب، وغادي نتوصل به، وغادي ديك الساعه نختار شكون هو اللي فاز بديك البطاقه. ملي نكمل السؤال الاول اللي غيكون في دقيقه واحده، غادي نكمل هذيك البطاقه الاولى، غندوز للسؤال الثاني ديال البطاقه الثانيه، وهكذا حتى غنستهلكوا دوك اربعه البطاقات اللي صيفطنا الاخ، وغنصيفط لهم سميتو. لا اخويا ماشي بحال لايف، بحال الخاص. لا، الخاص واتساب، الخاص واتساب بصح. حيت دابا هنا شوف، هنا شنو كاين، هنا شنو كيبان الناس، اللي كيبان الناس دابا في اللايف كيبان لهم الميساجات ديال واتس ديال فيسبوك، ميساج ديال فيسبوك هذا هما اللي كيبانوا دابا الناس، وهما فين كتجاوبوا، هما فين كندير اللايف. اما الخاص في الواتساب ماشي هو الخاص، الواتساب كيجيني غير انا اللي كنشوف الجواب. واش تفاهمنا؟ دونك الله يرحمه، اذا ما كاينش ماشي بحال بحال، يمكن واقيلا انت تخلطوا لك. دونك هذه المسابقه غدا ان شاء الله نبداوها كما قلنا مع السبعه د العشيه، نبداو اللايف ديالنا. غندوز دابا للموضوع ديالنا اللي هو اللي باغي نهضر عليه، على الرجاء، مستجدات الرجاء. فمن بين المستجدات ديال الرجاء البيضاوي المشكل ديال انتخاب، وهي نقطه مهمه الاخوان ما خصناش نعملوها. هناك بعض المنابر اللي خرجت كتهضر على على انه انتخاب ديال البيضاوي كنائب ديال رئيس العصبه الاحترافيه هو انتخاب غير شرعي، وانه ما عندوش الصلاحيه ديال سنتين كمسير او عضو في فريق لكره القدم باش يمكن ليه تكون عنده الصلاحيه وكذا الى اخره، وانخراط الى اخره، داكشي اللي كيقصدوا به. فهنا بغيت غير نوضح هذه المساله، انا وانا في السؤال، جوج الناس اللي هما معروفين صحفيين خرجوا بجوج من بار ديالهم وهضروا سميتو على هذه النقطة هذه، فهذه النقطة كتخلق شوية ديال التشويش، فما فيها باس أنا غادي نجاوب عليها على حسب داكشي اللي علمني الله. فنبغي أول حاجة نقول بأنه أول حاجة تنقول هاد الناس هادو بجوج اللي هما معروفين صحفيين، علاش في هاد الحالة ديال البيضاوي ما عيطوش لبن القشور؟ ياك عندكم منابر ديالكم، عيطوا لبن القشور يفسر لكم، ياك هو الرئيس. إذا سميتو أنا بغيت غنفهم، واش الغايه هي توصل على المعلومه وتناقش المعلومه انت كصحفي، او الغايه ديالك باغي تخدم واحد لاجندا معينه وباغي تخلق واحد التشويش معين؟ فكنتمنى انه هاد الناس تكون فيهم هذيك الامانه الصحفيه ويتصلوا بالمعلم الابر باش يجاوب. كاين الحاجه الثانيه هي انني انا حسب المعرفه ديالي اللي باغي نجاوب، هو انه كاين عندنا جوج ديال القوانين الاساسيه اللي كتنظم الكره في هذا البلاد. كاين القانون الاساسي ديال الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، وكاين القانون الاساسي ديال العصبه الاحترافيه. داكور، دونك القانون الاساسي ديال الجامعه اشنو كيقول؟ تيقول لك بانه المكتب المديري ديال الجامعه كيفيه انتخاب ديال الاعضاء ديالو كاين جوج ديال الانواع. الا كنت انت غتنتخب تولي رئيس ديال الجامعه، فضروري خص تكون عندك عامين اوموان في 5 سنين الاخر، عامين كنتي خدمتي كنتي فيها عضو اما ديال شي فريق، كنتي في المكتب المسير ديال شي فريق، او في شي مجموعه ان غروبمون، سيتادير انك كنتي في شي عصبه جهويه وعصبه سميتو او عصبه احترافيه او عصبه نسويه او عدد من العصاب اللي كاينين تكون عضو فيها، يا اما في فرقه يا اما في غروبمون واحد فيهم، خاصك تكون دوزتيها فيها عامين اوموا، عاد يمكن لك تولي رئيس ديال الجامعه. تبعوا معايا مزيان اخوان، هذا رئيس الجامعه. بالنسبه للاعضاء الجامعه، المكتب المديري للجامعه، العضو لا يشترط ان يكون نهائيا عنده مده سنتين. هذه الجامعه اللي هي كبيره واللي المهام ديالها اكبر من ديال العصبه، واللي كتشرف هي كتسير الكره في المغرب. غنجبد لكم الفصل الماده في القانون الاساسي ديال الماده 25
اللي كتقول تكوين وانتخاب اعضاء المكتب المديري للجامعه، تتقول لك بانه من غير الرئيس ديال الجامعه ومن غير الرؤساء اللي هما ديال العصبه والعصبه ديال الهواة والعصبه ديال الكره المختلفه والعصبه النسويه الى اخره، هادو كلهم كيكونوا معينين، ما كيكونش منتخبين، كيكونوا اعضاء في المكتب المديري بدون انتخاب. داكور، هادو هما، هادو من غير هادو كيقول لك اودي المكتب المديري كيكون مؤلف من خمسه لي مومبر، خمسه الناس اللي عندهم معرفه في كره القدم، سمعوها القرار الفرنسيه. الوغ ينتخبون لمده 4 سنوات قابله تجديد، سميتو، وذلك حسب التشكيل التالي للمكتب المدير. خمسه اعضاء لهم معرفه جيده بكره القدم ولهم كفاءات تسمح لهم بتطوير الكره المغربيه. سمعوها مزيان، هنا راه ما كاين لاعب لا عامين لا عامين لا 7 سنين، ياك. ويحترمون بطبيعه الحال شروط ممارسه اللعبه وحسن التدبير لا غوفيرنونس. داكور، داكور. وكاين الاعضاء الاخرين اللي هما اعضاء اللي هذا كيمثل اللاعبين القدامى الدوليين، هذا كيمثل الحكام، هذا كيمثل الاطباء الى اخره. دونك توضحت الصوره هنا نهائيا واضحه. وكاين الكمالة ديال هذه الماده هذه اللي كتقول انتخاب، كتقول لك اودي الشروط اللي خصهم يكونوا في العضو ديال المكتب المديري ديال الجامعه، تعطيك واحد المجموعه تيقول خص يكون عنده 20 سنه، عنده جنسيه مغربيه، عنده كذا، عنده عنوان الى اخره، ما عنده السوابق الى اخره. وتيجي في الفقره الثانيه اللي كتعلق بالانتخاب تيقول لك اعضاء المكتب المديري ديال الجامعه، ديما كانوا عند الجامعه. علاش؟ لان الجامعه اهم من العصبه، كتحكم الكره في المغرب كامل، كتحكم المنتخب اللي كيمثل الوطن، وكتحكم جميع المنتخبات الوطنيه. اذا العضويه في الجامعه اهم بكثير من العضويه في العصبه، ومع ذلك المشرع لم يتشدد ولم يطلب اجل عامين سنتين في اي فريق باش تكون عضو في المكتب الجامعي ديال المكتب المديري ديال الجامعه. تيقول لك او نوتر، وزياده على ذلك، لو كونديدا ا لا بريزيدونس، فان المرشح للرئاسه، غنزيد نكمل ديريكتومون بالعربيه، المرشح للرئاسه لرئاسه الجامعه عليه ان لرئاسه الجامعه عليه ان يؤكد بانه يتوفر على تجربه في تدبير امور فريق او عصبة أو مجموعة تابعة للجامعة، وذلك على الأقل مدة موسمين رياضيين في آخر 5 سنوات الماضية. هذا اللي بغي يكون بريزيدون، لو كونديدا على بريزيدونس. داكور، ما كاين لا لا مومبغ لا والو، الفصل واضح. داكور، دابا غنمشيو دابا للعصبة. العصبة سي فغي كما قالوا الإخوان الصحفيين، الإخوان الصحفيين قالوا بأنه القانون العصبة كيفرض الشرط ديال عامين باش يكون تكون مخ. سي فغي كاينه، مابغيش نقولوا لا، ها هي كاينه، كاينه سيدي، كتقول لك بأنه سميتو كيخصو يكون سميتو. ولكن اللي كاين اللي وقع دابا هو أنه إذا كانت الجامعة كمؤسسة أقوى وأكثر مهام من العصبة، ما كتفرضش هذا الشرط ديال العامين، فكيفاش غيمكن تشرطوه في المكتب المديري ديال العصبه؟ الا اذا كانت هناك استثناءات. فهاد الانتخاب اللي وقع، راه القجع ماشي كامبو، القجع راه ماشي كيرضع صباعو، ماشي غير الله يبدا في القوانين، القوانين كلها اللي توضعات راه متبعهم وحده وحده، فما غاديش يخلي جامعه يدوز خارج الشرعيه وخارج القانون. فبطبيعه الحال عارف بانه البدراوي كمثال او ممثل الوداد كذلك ما عندهمش ديك المده ديال الانخراط ومده ديال الاشتغال في المكتب المنسي ديال الرجاء البيضاوي اللي كيمثلوه، ما عندهمش مده عامين، عارفه. ولكن الشيء اللي ما تنبهش ليه او ربما ما حاولوش يديروا مجهود الاخوه الصحفيين باش يفهموه، هو انه هناك عهد جديد. يعني يمكن لك تخلى، لانه العصبه اشنو هي؟ العصبه راه غير اليمون داتي، راه كتسير الكره بتفويض من الجامعه، الجامعه هي اللي كتحكم وهي اللي كتوضع، هي اللي كتقول لك هذا هو الصالح وما صالحش. اذا قوانين الجامعه يجب ان تحترم بالاسبقيه على قوانين العصبه. طيب، فهناك توجه على ما يبدو ان هناك توجه لخوض تجربه جديده في انتظار تعديل القوانين. هناك تجربه شنو هي؟ هي انه هذه العصبه هذه سيرات واحد المده ديال 8 سنوات
ولوحظ بأنها لم تجتهد على المستوى التدبيري، على مستوى البحث عن الموارد، على مستوى تقوية البنية المالية والمحاسباتية للفرق، على مستوى التدبير التقني كذلك للفرق والتكوين وعدد ديال الأوراش. لم تساهم العصبة لا من قريب ولا من بعيد في تطويرها. فهناك توجه لدى الجامعة على ما يبدو، ما دام أنها أكدت هذا الخيار، خيار انتخاب شخصية مثل البدراوي، فهناك توجه لدى الجامعة لاعتماد أشخاص رغم أنهم لا يتوفرون على تجربة في تير فريق الكرة، ولكن يتوفرون على تجربة في ميدان التدبير، في ميدان التسيير عن طريق شركاتهم، عن طريق كذا، وكذلك لهم احتكاك بسيط ولو بسيط بميدان الكرة. فبحال النوعية هذه، وراه شفنا البدراوي أشنو دار في النهجة، لي شونتيي اللي فتح، أشنو هما الموارد اللي بدا كيجيب، جيب لك واحد المستشير ما عمرش فقا حلمات به، إذا تيبان لك أن السيد عنده ما يعطي لهذ الكرة. حيت ما ننساوش واحد الجملة جد مهمة في القانون، في القانون الأساسي اللي هو ديال الجامعة، يعني كاين واحد الجملة كتقول بأنه أي شخص يمكنه أن يساهم في تطوير الكرة. Il est apte à participer au développement du football. راه هذيك شخص يكون عنده القدرة على المساهمة في تطوير الكرة، راه هي المعيار، هي المعيار الحديث لتدبير الكرة اليوم في المغرب. يعني الناس بغاو يطلعوا صفحة ويفتحوا صفحة جديدة، أن لي زوم دو جيستيون، الناس اللي كيعرفوا يسيروا، الناس اللي كيعرفوا يجيبوا لي مارشي، الناس اللي كيعرفوا يجيبوا مستشارين، يعرفوا يطوروا الكرة ويجيبوا موارد مالية ويقلبوا على علاقات، خاصنا واحد البروفيل. لهذا البدراوي ما جاش ونجح تما غير هكاك، نجح في إطار واحد التوجه حديث، توجه جديد، اللي بغى يفهمه راه غادي يفهمه، واللي ما بغاش يفهمه راه له كامل الصلاحية للتشبث بالمقتضيات القانونية التي لا نختلف في أنها تمت مخالفتها، ولكن تمت مخالفتها لصالح الكرة في البلد واعتمادا على القوانين أو القانون الأساسي للجامعة. تنظن أنه هذه النقطة ندوز عليها باش نبقاش نطولوا فيها. دابا غادي ندوز للنقطة اللي هي ديال السيد الرئيس، السيد الرئيس في الخرجة الإعلامية ديالته الأخيرة، وهذوك نقاط كانت جد جد مهمة لأنها جاءت بعد عطش طويل للخبر وللمعلومة، وكانت الجماهير النرجوية كلها تبحث عن المعلومة في الصفحات، وكان هناك ابتعاد خاصة بعد صمت طال أمده للناطق الرسمي للرجاء البيضاوي. كما تيقول الغيب حجته معاه، ربما تزاد عليه الحال مسكين، ربما مريض، حنا ما عرفنا شنو واقع عليه، تمنوا ليه الشفاء. فحنا كنوصلوا جمهور الصوت ديالنا للرئيس باننا نحتاج الى الخبر ونحتاج الى مصدر خبر، وما يمكنش الرئيس غيبقى يشوف شحال من شونتي مقابل ويبقى مقابل حتى لا كومينيكاسيون، فباظ ليه هذاك المجهود اللي كيدير. كل مره كيخصو يخرج في الصفحه ديالته ويجاوب، هذه كذوب، هذه صحيحه، هذه كذوب. فالنقط اللي جات يمكن نناقشوها بواحد السرعه. سميتو لا ابدا، الصوت التي نفيريفي هنا، غنفيريفي هنا بتاتا، 96، الصوت جيد جدا، الصوت باردون. الصوت جيد جدا، الاخ اللي كيقول الصوت ضعيف، سيونس سيونس جابين اسيدي، الصوت مزيان، الصوت ما يمكنش تقول لي الصوت ضعيف والاخوان كلهم هذول متبعيننا ما شافوش هذا الصوت ضعيف، الصوت جيد جدا، وانا عندي جميع المسائل راها مقاده. نشوف حتى هنا، الصوت جيد، ها هو مزيان، كيمشي حتى للراس، كابتيغ اوديو كتخرج ليا امبيكابل. دونك غادي نرجع الاخوان باش نكمل، الصوت مزيان، فوالا السي ياسين كياكدها. غنمشي للنقط، النقطة الأولى اللي هضر عليها السي البدراوي، هضر على، قال أول نقطة، حسمنا انتداب بنسبة 90%، وهناك انتدابان آخران لازلنا في مفاوضات معهم. مزيان، ها هو بعدا وضح لينا في هذه النقطة هذه. فالانتداب الأول اللي تحسن بنسبة 90% تنظن هو انتداب، فنتمنى أنه يتيسر، نتمنى انه يتيسر، ولا تنظن انه هو راه غيتحسم في هذه الليله هذه، ما فيها شك.
ديال واحد اللاعب اللي هو الرجاء كان حاط عينيه عليه، دونك عادي انه سميتو كيبقاو جوج، كيبقى المهاجم تيبقى عفوا عفوا وي كيبقى المهاجم تنظن اللي تحسم هو انتداب ديال المهاجم، هو اللي تحسم، ولكن اللي باقيين هو انتداب ديال الوسط وديال لاعب جناح، هادو بجوج خدامين عليهم. فرصي اعجب اعجب البنزرتي، هو الان المفضل لديه بين اليوم، راه لعبوا تيتشولان من الاول تبارك الله، وكيعطي تيعطي على الدري، عنده واحد القتاليه وعنده تقنيه جامعهم بجوج، ودي اي مدرب غادي يبغي هذه النوعيه هذه. سي جمال بغيت تدخل فيما يخص انتدابات، كنت يا خويا تصيفط ليا بالنهار ان ميساج نقيدك في اللائحه وندوزك، وانت دابا غادي تسمح لي، غادي تصبر نكمل بعدا، وحاول تصل في الواتساب ماشي مشكل. الو نكملو. الو عندنا شركات، عندنا سؤال على شركة اوزون ياك. بالنسبة لبوت نرجع لفورسي بعدا، هذا فورسي والله ما كنت كنتصور بما عنده عقد مبدئي، انا بالنسبة لي عنده عقد نهائي، لانه انا اللي في خباري هو انه اللعابه بجوج اللي سينا اليوم انيس سينا اليوم ديفينيتيف، لا فرصي ولا داك الولد الاخر اللي هو اللي كان عند سلا بجوجهم اللي هو ازروال، انا بالنسبه لي هادو بجوج سيناو ليهم، ولكن كعقد عندهم غير عقد مبدئي مع انيس، وكيجي الاخ اللي هو البدراوي وكيسيني ليهم، هذا معنى هذا معنى هذا الانسان هذا راه من الرؤساء قلال اللي دازوا في تاريخ الرجاء اللي بهذه الشكليه وبهذه النفسيه وبهذه العقليه، لان واحد اخر اش يقول لك هذا عقد مبدئي، ما عندي ما ندير بهذا ديال داك خينا اللي فات، الا سينيت ليه غيقول لك راه الفضل ليه هو غادي يخرجوا بلي يصلحوا فيا، لا نجيب كل شيء ديالي، لو انه كانت فيه ديك الانانيه. دابا هنا كتبين لك الانسان انه انسان سليم العقل وسليم الذهنيه، حتى الذهنيه ديالته سليمه، يعني عنده يبني على داكشي اللي بنى الاخ ديالو، داكشي اللي بنى الاخ ديالو يبني عليه، ما عندوش مشكل، ما عندوش داك المشكل يكمل الخدمه ديال الاخرين، وهادو هما الناس، هذه الميزه باش كيتفوقوا علينا الاوروبيين، ما عندوش داك المشكل ديال انا درت ولا داكشي كيتكتب ليا ولا كتسمى انا المخير فيكم ولا لا، كيخدموا اون جروب وعندهم داك ليسبري دو جروب، سو كي في واحد بدا الخدمه نكملها انا ما عنديش مشكل. وغادي نجي الحديث غادي نجيو باش ندويو كذلك على المستشهد، المستشهد هو بناء اللي بناه انيس، وكملوا بضروا بروح رياضيه ما عندوش مشكل. هنا في كيبان لك الناس اللي هما ناس كبار، اللي هما الناس الكبار. سميتو بغيت الاخوان ما غنفتح حتى شي واحد بالاخص الارقام اللي ما كنعرفهمش، انا ما غاديش ندوزهم نهائيا لا كونوا هاني. دونك هنا عندي الشركه، شركه سميتو على اوزون قال لك اودي القميص ديال النادي ما يكونش فيه نهائي الاشهار ديال اوزون، فانا تنحيي بعد هذا السيد هذا اللي هو قال لك انا ما جيتش باش نستلصق من الرجاء، انا جيت باش نعاون الرجاء، فتحيه ليه. انا اللي كنت كنتظر على حسب الفلوس اللي خسر ديال الانتدابات، كنت كنتظر انه على الاقل باش يعوض دوك الفلوس غيدير اشهار، علاش؟ لانه كنعرفوا بان القوانين، وانا كنعرف شنو كنقول، تعرفوا بان القوانين ديال الجامعه كتمنع ان شي مسير يسلف الفرقه، ممنوع عليه، اذن مادام ولا ممنوع قانونا على المسير يسلف الفرقه، فاي واحد غيختار شي فرقه على الفرقه خصو يحسب فلوسه ويعرف راسو اش كيدير، بان راه غدا ولا غدا ما يقدرش يسترجع دوك الفلوس، فهذيك مخاطره. فهاد السيد هذا خسر هاد الفلوس ووصل لواحد المبلغ اللي هو كبير، كنعرف، ومع ذلك ما باغيش يردها، لان عنده الطريقه الوحيده باش يرد فلوسه شنو هي؟ هي يدير داك الشيء اشهار، عقد اشهاري، دابا حتى داك العقد الاشهاري مابغاش يديرو. فهنا تحيه لهذا السيد، يعني تدبيره بدون الدخول في تفاصيل، تدبيره من المستوى العالي، وكنتمنى ليه كامل التوفيق ان شاء الله. الرئيس الذي كنا نبحث عنه منذ امد بعيد. بالنسبه لشركه الالبسه اللي هي مزود بالمستلزمات، وهي مستشهد في نفس الوقت، فبطبيعه الحال سميتو كما هو سميتو وصلني انه غادي يكون عندهم سميتو غادي يعطيو التونيات بعد الاقسام كلها ديال الرجاء والفريق الكبار، وكذلك غيعطيو واحد المبلغ مالي للفرقه، الشيء اللي غادي يخلي ان حتى ديك الشركه حتى هي غتستافد من الاسم
ومن الكاريزما ديال الرجاء، وهذا شيء مهم. واول مره كذلك سابقه، اول مره الرجاء كدير، راه بالعكس هذوك اللي كيجيو يجيبوا لنا التونيات هما كيربحوا معانا، هما حنا كنبيعوا عليهم وهما كيربحوا، كندي واحد بورسونتاج صغيور وهما كيديو الاغلبيه. دابا لا، دابا وليتي غيعطيك توني فابور ويجهزك، او ميم طون غادي يعطيك واحد المنحه مقابل انك لبستي ديك لا مارك ديالهم. وهذا راه يعني خدمه ديال الناس محترفين، تحيه لهم. كاين مساله الاعاره، الاعاره انهم لاعبين غيمشيو للبلشيد، وهذه هذا موقف اللي هو واضح من السيد الرئيس انه ما غيبقاش يتعامل مع واحد الفرق بعينها، فرق اللي عرفنا بان عرقلاتنا، فرق اللي امتنعتنا التعامل معنا في الانتدابات، وهذا هو الراي ديال الجمهور، لان كان الجمهور غادي يخرج ليه. انا البيضاوي ما غاش يعطل الجمهور، ولكن الحمد لله انه عنده واحد الحس مرهف وتيفهم الجمهور وكيتواصل مع الجمهور وكيدير داكشي اللي بغى الجمهور. ما كيمشي كلشي بطبيعه الحال، ولكن كيغربل، تعرف حاجه اللي صالح الفرقه، وتعرف حاجه راه من غير المقبول، بل انه هو براسه راه تهان في بعض المواقف من طرف بعض الرؤساء اللي ما بغاش يتعاملوا معاه. فجاء الوقت باش حنا نديروا حنا لوبيات ونتعاملوا مع اللي كيتعامل معانا. فهو حددهم بالاسم، قال لك برشيد، وقال جديده، وقال السوالم، هذو الفرقين ثلاثه اللي غادي ياخذوا اعارات من عند الرجاء. السي ايمن قال لك فين نلقاو قميص الرجاء دابا؟ قميص الرجاء دابا ما غاديش تلقاه دابا، عرفتي علاش؟ حيت قميص دوريجين، وقميص دوريجين عنده اجال ديالو، راه كيخص داك اللي اتفق مع داك الشهاد تلاقى داك المكلف بالالبسه يصوبهم، وما غاديش يصيفط توني باش ولا جوج باش يشريهم الجمهور، لا خصو يصيفط لا سيري كامله. بعد اول حاجه الطاقم اللي هو غادي يلعب به الفريق الاول، وبعض الاقسام الصغرى ديال الفريق، الاقسام الصغرى، وكذلك غيصيفطوا الطاقم اللي غيكون تاع الجمهور. وهذا ديال الجمهور راه ما يمكنش غيحطوه ليك دابا، غادي يحطوه حتى يديروا لها التصريفه ويبحثوها ويشوفوا اش من نوع اللي يقدر يقد عليه الجمهور، لانه باقي مساله فيها نقاش. ما نساوش لقيت قميص الجمهور مازال فيها نقاش، وقلنا بانه اغلب الجماهير من الفئات الشعبيه، والفئات الشعبيه ما يمكنش غادير ليه قميص ديال 800 درهم ولا 900 درهم، كيخصك دير ليه قميص اللي ما تفوتش فيه 150 درهم الا غليتي. فاذا غنلقاو القميص غنلقاوه في القريعه ب 80 درهم ولا 100 درهم، فمن الاحسن دير واحد المجهود وشوف مع الشركه اللي كتنتج ان دوزيام شوا ب 150 درهم، وتنظن على بورتي، وحتى الا كانت شي حاجه نعوضوا لها هكا وهكا ماشي مشكل. وديروا اقمصه اللي تكون كتباع في السطور تاع الرجا، غتستافد الرجا وغادي تستافد كذلك هذيك الشركه، لان هذوك الاقمصه غادي تباعوا ديال الجمهور، خمسة ديال الجمهور غتاخذهم المداخيل ديالهم، غتاخذهم الفرقه، غتاخذهم ديك الشركه اللي كتنتج، لان هادشي ديال الجمهور. والرجاء غتاخذ واحد النسبه معينه في المبيعات ديال كل قميص، وغادي يكون واحد الاقبال كبير، وما نبقاوش نلبسوا دوك القميص اقمصه النوع الرديء. وانا كنت كندوي لكم على القميص ديال اللي فيه هنايا غاجة بيض وفيه هنا غاجة خضر، يعني ما تلبسوش، خديته ب 275 درهم من الوازيس، درت به واحد اللايف ما بقيتش عاود لبسته، يعني حشومه، حرام ان تقول هذاك توني ديال 275 درهم، يعني كتلبسو كتولي كلك كتعرك مشكل. هو مصوب من جوج د المواد اللي هما بلاستيكيه، اصل ديالهم بلاستيكي، كاين البوليستير وكاين واحد الماده اخرى حتى هي كتسالي بتيغ، ما عقلتش انا سميتها، حتى هي من هي اصلها من البلاستيك، وتبيع ليا ب 275 درهم اسيدي، حرام عليك. اديداس ما كتبيعش بداك الثمن، اديداس الفري ما غاتشريش، الا جريتي غاتشري بواحد 350 حتى 400 درهم. دونك الله يرحم الوالدين، كنتمنى ان الجماهير تكون عندها الصبر، راه غادي يخرجوا التونيات، ولكن التونيات خصهم يخرجوا من بعد اتفاق، يعني غيكون واحد النقاش مع المكتب المسير ان شاء الله، ونتمنوا انه يلقاو لنا هاد لا فورميل ديال التونيات اللي يكونوا ما يتعداش 150 درهم، باش يكون اقبال كبير وباش تستافد الفرقه، وباش حاجه اللي مهمه كذلك ناسسوا من اليوم فصاعدا في عهد البدراوي، نبداو ناسسوا الاستهلاك منتوج الرجاء من طرف الجماهير الرجاويه. راه باقي ما عندناش هاد الثقافه، راه باقي الناس كيشريو كيقلبوا على الرخا. فمطلوب من المكتب انه يمد يد المساعده للجماهير باش تبدا هاد الثقافه ديال شراء منتوج الرجاء من المحلات ديال الرجاء البيضاوي. على ذكر المساله ديال اعاره اللاعبين،
فهناك خبر اللي وصلني انه رئيس المولوديه الوجديه مع الاسف، وفايت كهضرنا عليه وفايت كذا، كيطلب ثلاثه اللاعبين من الرجاء اعاره، كاين اللي كيقول لك غير لاعب واحد، لا طلب غير لاعب واحد. باي اش نقول لك، باي جساره، باي جساره صاحبي، هذه الجساره وهذه الزعامه الخاويه. واش انت ذاك الناصيه حتى التليفون بغيت تجاوبو دابا عندك الجبهه باش كتطلب لاعبين؟ شي بعدا مولوديه وجديه مع احترامي الناس ديال وجده وعزاز عليا بزاف، ولكن على وجه ما حد ذاك الرئيس كاين تما، ما خش الرجاء تعامل معاهم بتاتا، ماشي غير في سميتو، ماشي غير في اللعابه، في اي صفقه وفي اي تعامل، في اي طلب، كيف ما بغى يكون، اي طلب كيف ما بغى يكون. ولا مازال غتجيبهم ليام، مازال يكون عندهم ماتشات في كازا يبغوا يطلبوا الوزيزي تاني وفيه، فالوزيز ما يحطوش في يد ليهم جميع نهائيا، ما دام انه جاده باقيين صابرين على ذاك الرئيس يكون الرئيس ديالهم، فما خصهمش نهائيا يكون تعامل معاهم بتاتا. وماشي هما جميع الفرق احنا كنقيدوا لهم، جميع الفرق اللي ما بغوش يتعاملوا معنا في الصفقات وكيتعاملوا مع فرق اخرى الى الامس القريب كيعطيوهم لاعبين مهمين، فكيخصنا الفتح الرباطي وسميتو وراك شفتو سميتو حسني تكادير بليز او موان، شفنا سميتو بزاف ديال الفرق اللي بغينا ناخذوا عندهم لاعبين، المحمديه بلا ما نتذكروا سميتو، عدد الفرق اللي كيخص واحد التعامل جديد نسدو بيباننا ونسدو عليهم نهائيا، وديك الساعه الحسابات من بعد. سميتو الهضره على سميتو الهضره على قال لك جاءتني فرصه لاعاره احد اللاعبين ياك، هذه تدوي دائما على الرئيس ديال وجده. دو على متولي، سولو على متولي، قال لك اودي متولي لم يقاضي الرجاء، وجه انذار ويرد الحل، الحل ويدي، ولا حنا غادي نجلسوا مع الوكيل ديالو. فغير واحد القضيه باش ما يبقاوش، لانه هناك بعض الصفحات الرجاويه تحاول ان تراوغ الجمهور مع الاسف، وانا عارفين الناس على من كنهضر، راه ملي كتخرج وكتقول للجمهور لا ولا ظلمنا متولي واللهم انا هذا منكر وما خصناش نتسمعوا ولا متولي لا ولا قال لينا ولا عيط لينا وقال لينا انا ما عمرني نقدر ولا اتصلنا به قالنا ما عمرني نقدر ندعي الرجاء. هاد الهضره كلوها، هاد الهضره يا منابر العار كنقول لكم كلوها. متولي نكونوا واضحين مع الجمهور، الصراحه راح راه ما كاينش بحالها. متولي كانت عنده مناقشه وقالها الرئيس، وعندي ما يثبت، قالها الرئيس، قال لك اودي اتصل بيا بالتليفون وقال لي اودي راني راه سميتو بغيت المستحقات ديالي، قلت له اودي راني دابا ما كاين شيء، ما حاضرش دابا في كازا، هاني غادي نجي وغادي نجلس ان شاء الله وغادي سميتو. قال لك من بعد عيط لي قال لي اودي شوف الله يخليك، اما تعطيني فلوسي اما غندير اجراءات قانونيه. هذا كلام، هذا اللي ما مشيش جبتو انا من عندي. هذه وحده. الحاجه الثانيه هي ان الوقت اللي صيفط انذار، انا صيفطت في الانذار كيقول فيه بانه الا ما خلصتونيش دبر راسو اتفق مع المحامي ديالو ما اتفق، حيت شوف واحد القضيه، حنا ماشي كنهضروا صباحنا، راه ما يمكنش هذاك المحامي يكتب ذاك الانذار بلا ما يتشاور مع متولي ولا ما يقول لي هذه كتبت وهذه كتبت وهذه كتبت، راه امبوسيبل. دونك متولي الي داكور سور لو كونتوني دو لا ميزون دومور، هذاك المضمون اللي مكتوب تما اش مكتوب فيه؟ انه عندك واحد الاجل معين خصك تخلصني، ما خلصتنيش غنمشي نتخذ الاجراءات القانونيه ضدك. فانا ملي كتصيفط ليا بحال هذا الانذار وفي هذا الرساله هذه، الوغ كو الرئيس يقول لك انا غادي نجلس انا وياك، فمعنى هذا انت بغيتي تهددني وانك نيت بغيتي تخرج للعار، داكور؟ فما تجيش انت كمنبر تبغي تلهي الجماهير تقول لهم لا راه السيد ما عمره يدعي الرجاء، راه ما قلناش لك دعي الرجاء، علاش شكون اللي قال دعا الرجاء؟ حتى واحد ما قال دعا الرجاء، حنا قلنا بانه هدد باش يدعي، وفرق ما بين دعا وما بين هدد. انت بغيتي تدخل من ديك اللعيبه ديال انا راه منبر رجاوي كنبغي الخير الرجاويين وانا اللي كنمثل الجمهور وانا كنقول لكم راه السيد لا غلطوا راه ما عمره يدعي الرجاء، راه عرفناه ما يدعيش الرجاء، شيوخ يدعي الرجاء ما عنده ما يصوت. إذا يا ناجي غادي يبقى يتجرجر من هنا عامين وثلاث سنين عاد وصلت نوبته. واش تفاهمنا السين من بعض؟ دونك هنا الله يرحم باك مجرد إرسال الإنذار بتلك الطريقة وفيه أجل وفيه تهديد في حالة عدم حل الحيب سيتم اللجوء إلى النزاعات، فهذه في حد ذاتها لا يستساغ أن يقوم بها عميد فريق
ولاعب له مكانة خاصة في قلوب الجماهير النرجوية. هذا هو ما عبناه على اللاعب متولي، وبلا ما تقدموا لنا ديك الديماغوجية ديالكم، ومطلوب من الجماهير تحطيم بعض الصفحات النرجوية التي تتلاعب بمشاعر الجماهير وبوعي الجماهير. الله يرحم الوالدين. اللي قال لك اللي بغى الاب سميتو وادخلوا البيوت من ابوابها، صدق الله العظيم، وادخلوا البيوت من ابوابها. الباب ديال البيت الرجاوي راه هو الرئيس، هو مركب الوزيز، هو النيميرو ديال الوزيز، هو الرئيس. صافي كتعيط ليه، صافي دار معاك موعد غادي نكون، واخا امتى غتكون؟ كنشجل عندي واش تواقف على الفلوس؟ ياك هذا من باب راسو تيقول لك، راه هو تيقول لهم انا ما واقفش على الفلوس. ايوا ما واقفش على الفلوس، ايوا بشويه عليك الخار. الله قال لك سيد ما كاينش هنا في المغرب، غادي تصبر حتى يدخل المغرب. باغي يعطيك موعد، قول لي عطيني موعد، غتقيد الموعد عندك، وملي يدخل سير جلس معاه ولا يبعد علينا، ما داش معاك حل. دار معاك التقسيم، قابل انك تقسيم، راه غيدير معاك حل ديال التقسيم، راه غيعطيك على اقسام. اذا المسائل واضحه، ما نبقاوش نديرو في الديماغوجيه. ماشي تينوض لينا الجمهور عاد نبداو نقلبوا على الخرجات، نبداو نقلبوا على المنابر اللي ضربوا علينا. هاد الشيء خصنا نساليو منه في الرجاء، ما عندنا ما نديرو به. بن جديده كيلو على بن جديده، نحاول تجديد عقده، رفضت عرض اوروبي له. بن جديده بصح نيت واحد الاخوان قال واحد الفكره اللي هي جد مهمه، بن جديده كثر عليه الهضره بزاف. انت يعني السي صالح النوري تيقول لك قلتها لك متولي ما يديرهاش، قلت لي انت لا مالو ساكت. هذا السي صالح النوري، هذا صالح النوري من النوع اللي كيدوخوهم دوك المواقع دوك الصفحات، هو هذا قال لك انا قلتها لك، قلت لك راه ما يديرهاش. اشني هي اللي ما يديرش؟ يلا جاوبني السي نوري، اشني هي اللي ما يديرش متولي؟ ما يصيفطش انذار فيه تهديد بالقضاء، نتحداك ان الانذار فيه تهديد باللجوء للقضاء. داكم دوكم انا بحال انا جيستو السينوري، الله يرحم الوالدين، ما تبقاوش بحال هاد الهضره ديال لا راه قلت لك راه ما يديرهاش، انا كنعرفو وانا كذا. هذا اسمه الديماغوجيه. الجماهير الرجويه بغى الصراحه، بغى الوضوح. داكم دونك الله يرحم الوالدين، خلينا واضحين. حنا تندويو على بعثوا انذار الى الفريق وفيه اجل وفيه تهديد باللجوء الى القضاء اذا لم يكن هناك اي رد على طلب الاداء داخل الاجل المحدد في الانذار. هادشي اللي كندوي عليه، الا فهمتي راك فهمتي، ما فهمتيش الله يرحم الوالدين. الوغ قال لك بن جديده غنحاولوا. بغيت نرجع لقضيه بن جديده، كاين بزاف ديال الصفحات اللي خرجت وكتاكد بزاف على بن جديده، وكتاكد الرئيس كتفكر الرئيس بان بن جديده خصو يجدد ليه الى اخره. فالاخوان الله يرحم الوالدين، هذه المساله ما كتزيد الا، وكاين بعض الصفحات اللي خارجه لا راه لاجون ديالو ودادي، وراه باغي سميتو، وراه ما باغيش الخير للفرقه، وراه كذا. الاخوان راه عندنا بزاف ديال اللاعبين لعبوا معنا وكانوا لي زاجون ديالهم وداديين. هذا لا يعني بانه لاجون ودادي ما يمكنش ليه يتعامل مع الراجل. حنا سي فغي ما بغيناش هذوك لي زاجون وداديين اللي كانوا يبقاو يدخلوا للوازيس، لان ملي كيدخلوا كيدوا اخبار وكيطلعوا كيزرعوا السوسه، يبقاو يتعاملوا عن بعد. لاجون هو لاجون الوكيل ديال اللاعب، ما يحطش ليه في الوزيز الا من اللي يستدعيه الرئيس، وما كيستدعيه الرئيس حتى كيكون مع اللاعب، بغاو يتفاوضوا مع اللاعب، بغاو يشدوا مع اللاعب، او بغاو يتفارقوا مع اللاعب. هادو ثلاث المناسبات فاش وكيل اللاعبين خصو يحط رجليه في الوزيز، من غير هادو ما خصوش يكون، لانهم كلهم سوسه وكلهم تيقلبوا على مصالحهم وكلهم كيديو اخبار. دونك هذا هو الكلام اللي كنا كنقولوا. اما هو يكون اجون ودادي مصاوي داكشي ما عندناش مشكل، هذا كيبقى اختيار اللاعب، هو اللي كيختار لاجون اللي يصلح ليه، واللي غادي يقلب ليه على عقود، واللي يقلب ليه على كارير مزيانه، وغادي اورونتيه مزيان. هذاك شغلو، هذاك ما ندخلوش فيه. دونك هذه المساله هذه خليو التجديد ديال بن جديده، خليوه للرئيس. الرئيس ماشي كان بوشي، هذا الرئيس هذا شي كاع داكشي ديال الكوميرسيال، وداك كاع داكشي ديال استثمار اللاعب واستثمار في مسيره اللاعب وفي عقود اللاعبين، راه هذا هو التخصص ديالو. راكون هاني راه كيطير في هادشي، هو راه عارف بن جديده انه عنده ان بوتونسيال. راه الرئيس البدراوي راه تا هو كيدخل ترونسفير ماركت، وتا هو تيقرا قدام بن جديده شحال كاينه القيمه السوقيه ديالو، وكيقراها كل سيمانه، راه كيعرف انه الدري في تطور وانه مكسب للفريق، وكيخص الفريق يحافظ عليه ابخي جوان، بل اكثر من هذا
خصو يحافظ عليه افون جونفي دو افون جونفي 2023. جونفي 2023 راكم كتعرفوا شحال بقات ليه، بقات ليه 4 شهور ياك، بقات ليه 4 شهور، يعني 4 شهور غادي يولي عنده الحق انه يسيني مع الفرقه اللي بغا. واش دابا واش دابا البيضاوي ما عارفش انه بقات غير 4 شهور، دونك خصو هاد 4 شهور هادي خصو يتطلق قبل ما تبدا لا سيزون. علاش؟ لانه انا بالنسبه ليا انا والبيضاوي حتى هو اللي غتكون عنده هاد الفكره بدون شك. الى من دابا تبدا الشامبيون، شحال دابا الشامبيون شحال بقى لها؟ دابا حنا الشامبيون عندنا دابا نو سوم لو 23، باقا 7 ايام وباقا شي واش لو 3 لو 2، 7 ايام قول 9 ايام قول 10 ايام اللي باقا على البطوله. شي فهاد 10 ايام هادي اللي غتبدا البطوله وتبدا الدوره الاولى، الى بن جديده ما بغاش يجدد يتحط اون بلاص ويتقلص يدخل الثلاجه. شي بن جديده واخا يكون ضربها بسبعه د رجلين، انا بالنسبه ليا اذا ما بغاش يجدد من دابا ما تخليهوش حتى يدخل الاجل اللي يولي عنده الحق يسين مع اي فرقه. الا الا خليت دخل الاجل، الا دخل الاجل ديال يجدد مع فرقه صافي مشينا فيها. الا بدات البطوله مشينا فيها، حيت علاش؟ حيت الا بدات البطوله وقلنا بلاتي حقا نخليو حتى حتى جونفي راه باقي عندنا 4 شهور، اش غيوقع؟ غادي يوقع انه غيبدا يلعب ماتشات وغيبقى كيحسن في الصوره ديالته وكنحطوه في الفيترينه باش يجي واحد اخر يربح بيه. دونك حنا ما عندناش خونا، ما عندناش صاحبنا في الفرقه، وما كاينش شي لاعب اللي كيسوى اكثر من قيمته. كل لاعب هو مجرد اجير خدام كيتخلص بالخلطه ديالته، بغى يشد معانا الطريق هو هذاك، ما بغاش شي من دابا الكلاسيون. السي بن جديده يجدد واللي يجلس في الكرسي ويبقى محروق تما، وكونوا على يقين غير اللي يجلس جماتشات ولا ثلاثه طلعوا على ترانسفير ماركت تلقاو لا شوت ليبر، تلقاو القيمه السوقيه ديالته نزلات لتحت من 500 ألف دولار سي سيغ. دونك الله يرحم الوالدين، خليوا الرجاء دائما اللي تكون الفوق، والرجاء هي اللي كاينه، واللاعبين مجرد اجراء لا اقل ولا اكثر. وخليوا البدراوي راه عارف اش خصو يدير، وعارف بان خصو يجدد قبل بدايه البطوله. وتنظن بانه راه كاين تفاهم بينه وبين البنزرتي في هذا الاتجاه هذا. وبطبيعه الحال بطبيعه الحال انا ملي كنقول دابا الدري انه خصو يجدد، فمعنى هذا انني انا مقتنع به وباغيه يبقى. واكثر من هذا انا بالنسبه لي بن جديده خصو يكون تيتولار، خصو يكون تيتولار مع بدايه البطوله، يكون تيتولار يلعب تيتولار. اختاروا ليه لو دوزيام افاسون الله يلعب معاه، ولكن هو اولى ان افون دو بوينت. الى جابته الراجل يلعب ان افون دو بوينت، ولا خابه يلعب افون دو بوينت ويكون هو دوزيام افاسون، لان ذاك الولد عنده الموهبه وعنده الزعامه، الزعامة اللي خصها تكون في لاعب ديال الرجاء واللي كيفتقروا ليها بزاف اللاعبين عنده هو. فكنتمنى انه تكون الاذان صاغيه، وانه السي بن جديده خصو يفهم، ولا ربما ما تخفاش عليه انه الى لعبتي في الرجاء في هذا العام هذا، والعصبه راك عارف العصبه وعارف المستوى ديال الرجاء غادي يكون مزيان هذا العام، فكن على يقين ان هذيك جفرانك اللي كتشوفها في ترانسفير ماركت راه غادا تريبلا، ماشي غادوبلا، تريبلا. وبين الايام عقلوا على المونطون ديالو دابا شحال كيدير ترانسفير ماركت، وعقلوا من دابا نهاية الموسم شحال غيولي، لأن الرجاء في العصبة شكل آخر، وخاصة ملي كتكون الفرقة واقفة مزيان، فأكيد أنه إن شاء الله غدا التريبلا. وكون على يقين العروض اللي غتجي لبن جديدة في نهاية الموسم لا علاقة لها بالعروض اللي جاتو دابا، ربما عرض واحد اللي جاه غادي يولي وديك الساعة خطف عليه. الوغ اياس الحداد تيقول لك انه تا هو طلب المستحقات ديالو. شوف هانت دابا اياس الحداد هو مشى بحالو، يعني انه عقد سالا هادي كذا وسينا مع فرقه اخرى ومشاو كذا، تا هو كينغزو فيه. اياس الحداد راه كان درويش ما كيهضرش كاع، وما عمرني سمعت في العهود من نهار بدا اياس الحداد، راه بدا مع الزيات وتبع ليه الاندلسي وتبع ليه انيس، دات مع ثلاثه رؤساء ياك، ولعب شي شويه مع الرئيس الرابع. ما عمرنا سمعنا إلياس حداد طالب المستحقات ديالو، اول مره غيطلبها فجا سبحان الله، فجا هذا البدراوي عاد اش قالت ليه هو كيطلب حتى هو، ولا كيزعم باش تعرف راه خدامين الناس، ما مخليش من جهدهم كيشعلوا في العوافي. افتحاص نقطة الافتحاص، قالك افتحاص ميزانية الرجاء في المواسم السابقة هو ما يحرق البعض
ويجعلهم يحاولون عقالة الفريق. هادشي حنا كنعرفوه وكنتمناو من الرئيس انه يتشبت. انا بالنسبه لي راه قلت هذاك النهار شي بالنسبه للافتحاص، كنطلب من السيد الرئيس ما يتسناش حتى يكون الافتحاص كامل، دير افتحاص المواسم حسب الموندا ديال كل رئيس، دير باغ موندا، ما ديرش ان اوديت جلوبال. صاحبي راه الوقت من ذهب، راه قلت هذاك النهار، راه كاين الناس اللي غادي يهربوا، كاين الناس اللي غادي يمشيو وغادي يخويو البلاد لان عارف شنو داير. دونك من حيث الفرصه كاينه والناس باقيين هنا، دير صاحبي ان اوديت باغ موندا. موندا الاوديت الاول سميه موندا حانات، ثاني موندا بودريقه، ثالث موندا الزيات، الرابع موندا الاندلسي، الخامس موندا انيس. ولو ان انيس ما دوش بزاف، ولكن شاك بريزيدون شاك موندا تكون عندها سميتو. وما نساوش واحد القضيه، واحد 6 شهور ولا 7 شهور ديال الكوميتي بروفيزوار، هذاك اللي كان من راسه اوزان، حتى هو خصو ان اوديت بوحدو قبل ما يشدها الزيات. دونك هادو كلهم ديبو دوديت دي دوديت دي زوديت ديستانت اللي خصهم يكونوا. علاش؟ باش يمكن لك دغيا تبدا بالمرحله الحساسه اللي هي المرحله اللي مشاو فيها المطيرات صحاح، اللي هي ديال الاندلسي. خاصك هي الاولى تبدا بها، دير بها دعوه وتطلب اقفال الحدود، سد الحدود، سد الحدود. راه داكشي اللي دار للرجاء في عهد الاندلسي راه ما عمرو دار في تاريخ شي فريق في المغرب. راه داكشي اللي دار له الجابين راه زعما حرام، راه حرام انه السي بدراوي راه الا كانت عندك شي موندا، موندا يعني ديال الافتحاص وديال ارجاع اموال الرجاء، الا عندك موندا ديتيرميني وبلا ما نمشي للتفاصيل، فاولى المهام ديالك هي فتره هي انهاء الافتحاص وباسرع وقت ديال الافتراض الاندلسي باش تباشر المتابعه دغيا. الله يرحم الوالدين، هذا نداء موجه لك. بطبيعه الحال كيهضر على الناس اللي هما كيسبوا في النادي واللي كيخلقوا الاشاعه وكيخلقوا الجمهور بالبالة. قال لك اي شخص مس النادي او الجمهور او المكتب فساكون مواجها له. تحيه السي بدراوي، هذه هي الغيره ديال الرجاء والغيور. سميتو تيقول لك بانه بعض ممن خربوا النادي يجندون منخرطين للتشويش على الفريق، لكن نحن لهم بالمرصاد. طبيعه الحال المنخرطين اللي هما مجندين واللي خارجين راه باينين، صحاب التصريحات والمنشورات معروفين. عبد الله جوين وان شاء الله حسبان نسيتو، سمح لي يا سي محمد دراغو، والله تبارك الله عليك، والله الا نسيت حسبان ما عرفت كيف تمشي لي من بالي. حسبان راه من بين يعني المراحل ولي موندا اللي كانت فيهم زعما شي حوايج غريبين غير مفهومين. نمشي للاخرى الثانيه. الشباب المعارون وافقنا على دفع نصف منحهم السنويه وجزء من رواتبهم مع فرقهم الجديده. الله يرحم الوالدين، ما تبعوا معايا هادي مزيان. واش عمر شي رئيس دار هاد القضيه هادي؟ نسلفك لعاب فرقه اخرى وانا نخلص معاك لا بريم انويال، لانه هاد اللعاب راه كان كياخذ عندي مثلا واحد 40 مليون كمثل ولا 50، غادي نسلفو لك وغنخلص معاك انا 25 مليون ديال لا بريم ديال لا بريم دو سيناتور ديالو، وغادي نخلص معاك 50% ديال لو سالير ديالو. الاخر في الرجاء غتلقاه كياخذ واحد 8000 درهم 10000 درهم 10000، غنخلص معاك 5000 درهم شهريا. شكون كيدير هادي؟ ثاني حاجه هو انه هاد اللاعبين اللي معارين غادي قال لك جلس معاهم وناقش معاهم وقنعهم بالاعاره وبالاهميه الاعاره، وقال لك غادي سميتو غادي يكلف اللجنه انها تتبعهم وتتبع المسار ديالهم ذوك الفرق ودي عليهم تقارير. علاش؟ لان اللاعبين ودابا فهمنا، وهادشي الحمد لله كنا كناديو به شحال هادي، كناديو بانه راه الاعاره ما كتمش بواحد الطريقه احترافيه، اللعاب كيعطيو كيتفكوا منه كينساوه، وانه كتوقع مشاكل وكيولي لافير اللعاب عنده موفيز افير انه يمشي اعاره. وهادشي علاش كان عدد ديال اللاعبين كيرفضوا الاعاره، تيقول كيفسخ معايا نمشي بحالي نطلع على راسي. دونك هنا تتبان لك بانه السيد جاي هاد البدراوي قاري مزيان مشاكل الرجا، عارف اشنو خاص الرجا وعارف اشنو هما الحوايج اللي خصهم يداروا،
فتحية ليه. فغير هاد اللاعبين اللي عرفوا راسهم غيمشيو إعارة، وأنه غيبقاو يتخلصوا مستحقاتهم غتوصلهم عند الفرق اللي يمشيو لهم، وكاين اللي متبعهم، فكون على يقين بأنه هاد السيد تيبني غدا، راه ما كيفكرش غير اليوم، لأن دوك اللعابة المعارضين هما لو لوندومان، هما لافينيغ، هما المستقبل ديال الفرق. فتحية ليه، تحية كبيرة بزاف، يعني برافو عليه، تيفكر في كل شيء. وراه الناس الصحفيين اللي خرجوا، وغادي نقولهم انا بالسميات كاع، السي المغودي والسي اوبري بجوجهم اللي خارجين كيشلخوا في العصبه. وعلاش العصبه؟ يديروا البدراوي وهو ما عندوش عامين ديال التسيير. انا كنقول لهم ها هو حاجه من الحوايج اللي كتبين لك بان السيد عنده ما يعطي للكره، غادي يساهم في لو ديفلوبمون دي فوتبول ماروكان، نبين لك كريتير ياك داتخ كونديدا و داتخ مومبخ دون لو كوميتي ديريكتور دو لا ليغ ناسيونال دو فوتبول بروفيسيونيل ou dans le comité directeur de la fédération, tu dois avoir le profil de contribuer dans le développement du football marocain. خصك عندك الامكانيات وعندك البروفيل باش انك تساهم في تطوير الكره المغربيه. تصوروا هذا السيد شكون هذا المسير في المغرب اللي فكر في هذه القضيه ديال نعطي لاعب اعاره ونخلص ليه الشهر ديالو ونصيفط الناس يقابلوه ونخلص ليه المنحه السنويه ديالو باش يبقى ديما محسوب عليه، باش هو كيحس بعدا باني ما تفكيتش منه، كيحس بانني انا مادام كنخلص 50% ديال الصالير ديالو، معناها هذا انا باغيه، انا باغي نبقى حاضنه، باغي يبقى ديالي، ما بغيتش كنتفك منه. شكون فكر فيها؟ اذا هذا السيد راه عنده 1000 فكره اللي غتفيد الكره المغربيه، فقط نتوما كصحفيين كيخصكم نتوما تفيدوا الكره المغربيه، وما تبقاوش تمشي لا ليجير، وما تبقاوش تمشيو المسائل التفات في الخاويه. وملي تهضروا على رؤساء العصبه وعلى سميتو، سولوا رئيس العصبه اللي كان في الاول، رئيس العصبه واش كانت عنده عامين؟ شحال كان عنده كرئيس؟ ما تدويش لي على انه فايت سير في الفرقه اللي كان فيها، لا، راه فاش جا في 2015 راه كان يلاه ولا رئيس ديال الفريق ديالو في 2014، وفاش جا العصبه في 2015 جا ماشي كمسير، ماشي كعضو في المكتب المسير ديال الفريق ديالو، لا، جا كرئيس ديال الفريق ديالو، عنده هذا البروفيل ديجا. دونك هذاك البروفيل هو اللي خص تكون عنده فيه عامين، عنده فيه عامين، ما كانش كان عنده عام ودخل ولا رئيس ديال العصبه، ديك الساعه ما دويتوش عليها والو، حتى سهل ومشى ما قديش دو عليها. فتكون عندكم الشجاعه وتدويو كذلك على هذه المسائل هذو. ف تنظن سميتو نزيد النقطة قبل الأخيرة، ثلاث مكاتب للحسابات تشتغل لإنجاز تقارير عن ميزانية الرجاء مع المكاتب السابقة. الحمد لله أن كاين عدد ديال المكاتب، ولكن كنتمنى أنه يكون هاد المكاتب كل واحد كيخدم على جهة، يخدم على موندا باش ما نتعطلوش، وما يكونوش كلهم خدامين كلهم على لي بيريود كاملين، لا، بس زعما نكونفوندي وفي الاخر نقابلوا هذه مع هذه ونشوفوا شكون اللي كاين فيه تناقض، لا، كنتمنى يكون كل واحد خدامين على موندا باش نختصروا المسافات ونبحوا الوقت ونديروا المتابعه في اقرب وقت. فالرجاء ما احوجها الى استرجاع اموالها اليوم قبل الغد. في الاخير كي ختمتي وكلا اترك من سرق درهما واحدا للرجاء وسنضيف مكاتب اخرى للمحاسبه، ديرها اخويا، انا تنقولها لك السي، كنطلبها منك السيد الرئيس، دير مكاتب اخرى وكلفهم بدي موندا سميتو باش تختصر المسافات والوقت. فان شاء الله الرجاء سترد اموالها بقياده السي البدراوي. كنشكرو شكرا جزيلا وتحياتي ليه. دونك نكونو هكا وصلنا تنظن وصلنا تنظن سميتو الاخوان اللي بغى يدخل مرحبا، الخط مفتوح بالنسبه للاخوان اللي طلبوش يدخلوا، لان عندي هنا واحد الناس عندي شحال هادي 20h36، ما كاين مشكل، الخط مفتوح. فقط غير نقول بعض الحوايج اللي عندي هنا. فعندي واحد اللائحه اللي هي ديال لائحه المغادرين اللي كتسرب، ولكن ما بغيتش نقولها. علاش؟ لانه مادام يعني انا كنتمنى من الجماهير الرجويه ما يكونوش عاوتاني قلبكم قاصح، لان عاوتاني خصك تشوف تحاول دير راسك في بلاصه داك اللاعب. فانت ملي كتسرب اللائحه كتقول هادو هما اللي غيمشيو، فانت كتكون ضاني هذاك اللاعب وكتاثر على المعنويات ديالو، ويقدر داك اللاعب في واحد ماتش واحد كيقلع المدرب. بحال مثلا نعطيكم مثال رحيمي،
رحيم الله في الماتشات الاخرين دار واحد المجهود خرافي، وبان بانه لاعب اللي يمكن يعطي شويه اضافه، يقدر يكون كبديل محتمل، علاش لا، ممكن انك تحتفظ به. واخا انا بالنسبه ليا رحيم نفضل انه يمشي، وهذه النقطه هي بغيت ندوي عليها بخصوص الاعاره. فكنتمنى ان البدراوي في عقود الاعاره يدير فيهم واحد النسبه الماتشات، يعني دوك الفرق يشوف انا غادي نخلص 50% ديال المنحه وغنخلص 50% ديال الصالير، انت بحال اللاعب غيجيك فابور تقريبا، وانت وما عندكش انت امكانيات كفريق اللي غنصيفط لك اللاعب، ما عندكش امكانيات باش تجيب لاعب، دونك غادي ندير فيك خير. دونك ما فيها باس الا فرضت عليك في العقد ان هذا اللاعب او موان خصو يلعب 15 مقابله، فاذا كانت كاينه 30 دوره في البطوله على الاقل يلعب 15 مقابله في الموسم. وكونوا على يقين ان اللاعب اللي عنده في العقد ديالو 15 مقابله هو المعنويات ديالو كترتفع، وحتى 15 مقابله كتسمح لذاك اللاعب انه كتسمح لذاك اللاعب انه يعني يعطي، انه يتطور، لانه في الكره معروفه وكيعرفوها الناس اللي يلعبوا كره، قد ما لعبتي الماتشات قد ما كتزيد تطور انت، وقد ما كيولي المستوى التقني ديالك احسن افيك لي ماتش وفيل دي ماتش. دوك اللاعب كنشوفوا اللاعب اللي كنا كنصيفطوهم بريتيك يلعب مسكين ماتش جوج وكيسدوا عليه، دونك الا فرضتي عليهم في العقد انه يلعب 15 مقابله وما كانتش تكون 15 المقابله الاولى، تفرض عليه في العقد انه يلعب 15 المقابله الاولى في البطوله، او مثلا دير معاه على الاقل يلعب 10 مباريات الاولى في البطوله وخمس مباريات الاولى في مرحله الايام، على الاقل ديرها في العقد، باش الا ما كانش نفسخ معاك العقد يرجع ليا اللاعب، ندير لك شرط فاسخ في العقد. كنتمنى ان السيد الرئيس سميتو يطبقها، لانه هذوك الوليدات راه واخا تتبعهم، راه الا ما كانش شي بنود في العقد اللي كتلزم الفرق انه يلعبوهم، راكو على يقين راه غادي غتضيع فيهم، وغتبقى ملزم انت كتخلص غدا مع الرئيس ديال ديك الفرقه يقول لك المدرب اللي قال لك اسيدي المدرب انا كندخل في مسيره تقنيه، ها انت وليتي مصيد حتى نهايه الموسم كتخلص الصالير، كتخلص المنحه السنويه، وفي الاخر اللاعب ما كيستافدش. وما نساوش واحد القضيه اللي ما خصهاش تفوتنا، هي انه هاد الناس اليوم كيحاربونا، راه كيما كيحاربونا في الانتدابات، كيما كيحاربونا في التعامل ديال الفرق اخرى ما يتعاملوش معانا، كيما كيحاربونا حتى في لي ماتش اميكو، كيما كيحاربونا في بزاف الحوايج باش ما نوصلوش ليها، راه كيحاربونا كذلك حتى في الاعارات، راه ما تستبعدش انه كيمشيو حتى عند دوك الفرق اللي صيفطنا لهم لعابه، وكيوصيو المدرب الا كان كيعرفو، الا كان عنده كيبغيو فرقه وحده، غيوصي يقول لي شوف هذاك حرقو، هذاك راه غادي يديروه على ظهركم، راه على ظهركم غادي يطلعوا ليه المستوى ديالو، غادي يردوه انتم غتصيدوا، لا هذاك حيدوا حطوا، راه كتوقع هاد المسائل ما تستبعدوهاش، راه كيما كيحاربونا هنا يحاربونا هنا جميع الاحتمالات تبقى وارده مع هاد الناس. دونك الله يرحم الوالدين، يجب فرض شروط في عقد الاعاره تخدم مصالح الفريق وتخدم مصالح اللاعب. عندي سميتو الوغ بغيت نرجع للنقطه ديال اللاعبين اللي غيمشيو اعاره، الله يرحم الوالدين، الناس اللي كيخرجوا تيبداو يكتبوا في السميات، راه كظلموا دوك اللعابه، خلي ليه الفرصه ديالو يقدر يقنع حتى الاخر فرصه يقدر يقنع، ما دام المدرب اللي هو اول واحد كيهمو الامر عطيهم فرصه حتى الاخر ماتش مع الدشيره، خليه يعطي فرصه للجميع، وراه عينيه ميزانه، راه هو عارف شكون يمشي وشكون يبقى وشكون ما يصلحش وشكون ما داخلش في المنظومه ديالو، راه داكشي ما تحتاج توصيتي معنا بكا. كاين واحد النقطة وقع عليها النقاش، هي ديال الاستشهاد ديال الرجاء. الاستشهاد ديال الرجاء، الناس كاين اللي كيقول لك لا حقا، كاين الناس اليوم راه عارفينهم انهم حاضرين، تيقول لك لا راه دابا دخلت واحد المستشهد اللي هو ديال الحرام، ديال هادي، ديال القمار الى اخره. فانا كنقول لهم راه مسألة بسيطة وسهلة، انا كنتحداك انه البطولة اللقب ديك 300 مليون اللي كتعطى في البطولة، وديك 200 ولا 250 ولا ما عرفتش شناهي ديال كأس العرش، هادو بجوج راه بالمساهمة ديال المغربيين الألعاب توتوفوت، راه هي كتساهم بالأموال ديالها بالمداخل ديالها في دعم الكرة المغربية، وراه كيديروا الإشهار وكيعاودوها وكيقولوها، دي وحدة. عاد أنه شي ناس داروا واحد الكتاب اللي كيأرخ التاريخ ديالهم بمساهمة المغربيين الألعاب، وقالوها بإعلان واضح،
الان بطبيعه الحال انه الراديو المعلوم اللي هو بوق ديال واحد الجهات معينه راه خارج كل دقيقه كيشهر بالمغربيه للالعاب في اشهاراته. دونك اذا كان بيتك من زجاج فلا ترمي الناس بالحجاره، معروف هذا المثال ياك، ونتمنى يفهموه الناس ويدخلوا سوق راسهم. واحد الخبر اللي عجبني بزاف اللي هو ديال الاشهار، عقد اشهاري تبارك الله اللي تصدر بالخبر ديالو اللي القيمه ديالته كبيره جدا كتجاوز المليار و100 مليون كل موسم. فهذا خبر جد جد سعيد للجماهير النجوية، واخيرا اخيرا لان ملي كنشوف غير العقود اللي كانت في العهد ديال الزيات واللجنه المؤقته والزيات من 2017 حتى 2000 موسم 2017 2018 شحال هي؟ 1 مليار 100 مليون، يعني داكشي اللي كانت كتاخذ الرجا في عام غيجيبو هاد السيد في موسم واحد. فالله يرحم ليه الوالدين، وكنتمنى من الله يغلبو على من عاداه. ها هما المبالغ معروفين، مجموع ديالهم والناس كانوا عارفينهم، مليار و100 مليون. ماسامارو كانت كتعطينا 2 مليون ديال الدرهم، 200 مليون. هيونداي كانت كتعطينا 145 مليون، هيونداي. سيارة هي اللي كانت كتعطي أعلى منحة، كتعطي 3 مليون ديال الدرهم، 300 مليون. نور الدار كانت كتعطي 1 مليون، 100 مليون. نور الدار 100 مليون، واللوغو ديالها والشعار ديالها جيجية القلب. شوف هاد المصيبة العظمى، العاود يكون شعار راه جيجية القلب، ولا هما اللي شادين لك جيجية القلب. 100 مليون، عباد الله شوف الراجل شحال كانت محكورة. أتلانتا 150 مليون. بروديك كان واحد الوقيته شادين جديده وما عرفت كيفاش تجابوهم لينا، وهذه 110 تاع المليون، 110. الفينيكس كانت كتعطينا 90 مليون، تصور الرجا كتسوى 90 مليون، تحط في التوني ديال الرجا ب 90 مليون عباد الله، منتهى الاهانه. واور بلون كانت كتعطي 90 مليون تاعها، هادشي كله جمعتي كيعطيك مليار و100 مليون. سميتو مليار و100 مليون، اللهم انا ضامنك في العالم. كاين خبر سعيد حتى هو اللي هو عرفناه، اللي هو ديال فسخ العقد مع لا تي اس ام. تي اس ام معروفه هي الشركه ديال الحبابي، معروفه هاد الشركه هادي كانت دائنه للرجاء، هي كتسال الرجاء وتصون، لان العقد اللي معاها شنو هو، يقبضوا لنا على مستشارين، ودوك المستشارين ملي يجيو واحد النسبه من العقد كياخذوها هما، نسبه من المداخيل، نسبة ديال المداخيل الإشهارية تياخذوها هما، واحد النسبة كتاخذ الرجاء. فداكشي ضعيف جدا لدرجة أنه كان كيستافدو غير هما، ولاو هما كيتسالو الرجاء. ديك الرجاء ما عندهاش سميتو، يعني الناس اللي كانوا كيسيروها ما كانوش كيدوزو للتي اس اي من النصيب ديالهم، سو كيفي كتبقى كتسال، كتسجل عليهم الديون حتى ولات. وشو هاد المصيبة العظمى؟ فتحية للسي البدراوي اللي كيفسخ معاهم. تصوروا تي اس اي كانت تستغل هذا الموضوع، وكانت هي اللي كتدبرنا على المستشارين مدة 20 سنة وما وأكثر، 20 سنة تصوروا، وهي اللي كأن هاد الناس. أنا بالنسبة لي كنت أتساءل دائما، هذاك المسؤول على الإشهار الماركتينغ اللي دايرينه في المكتب، لا المكاتب ديال الأندلسي ولا ديال الزيات ولا ديال هذيك اللي كيعطيوهم لا فونكسيون، بحال هذيك السيدة العيداوي ولا ما عرفت شكون هذيك، كانوا كيعطيوهم عطاو الاشهار. اش كدير في الاشهار؟ اش كدير في الماركتينغ؟ الا كانت تي اس ام هي اللي خدامه، فالحمد لله جا السيد اللي عارف كيفاش يحط الرجا في المكانه اللي كتستحقها، وفسخ معاهم، تحيه ليه. كاين واحد القضيه، واحد الخبر اللي وصلني غير مؤخرا، غير في الساعات الاخيره قبل ما ندير لايف، واحد السيد كيعرف اش كيقول وتيجيب اخبار صحيحه، قال لي ودي ديك الاخبار اللي كتروج على ان بالجديده متانع على التجديد هي كاذبه، راه كذوبه غير اشاعات. السيد ما قالش لنا، السيد قال غنجلسوا غنشوف مع الوكيل ديالي، والوكيل ديالو قال لك ودي غنديروا جلسه ونتناقشوا، ما عندوش مشكل. حاجه اخرى، خبر اللي سعدني حتى هو واللي كيشكل سابقه في تاريخ الرجاء البيضاوي، ماشي تاريخ الرجاء، تاريخ الكره المغربيه، وكنتحدى من المنتخب وانت نازل الفرق الوطنيه كلهم، واش عمركم شفتوا شي توني الارضيه ديالته مشكله من التيفوات ديال الالترات، التيفوات اللي كيتهزوا في الملعب؟ يعني هذه قمه الاعتراف
من المكتب المسير بقيمة الجمهور، واعتراف كذلك بأن بالالتحام اللي كاين ما بين المكتب المسير وما بين الجماهير التي تملأ المدرجات. فتحية لله يسعد على هذه الفكرة، هذه الجهنمية اللي ما طاح لها حتى شي واحد. وراه عاود مرة أخرى غنقول لإخوة دوك الصحفيين اللي خرجوا كيهلوا، كنقول لهم ها علاش اختاروا البدراوي في العصبة؟ هذا السيد دماغه عامر بالأفكار، وغادي يفيد الكرة، وغادي يفيد العصبة الاحترافية بصفة خاصة، وإن شاء الله غادي تشوفوا عصبة احترافية أخرى كتسير بطريقة أخرى وكتجيب مستشارين أخرين. غير باش تعرفوا راه ملي كيكون واحد التغيير، واحد الالتفاف ولو طفيف على القوانين، راه كيكون لفائدة الكرة المغربية. خصكم انتوما اللي تتمنوا هاد المسائل في العود اللي خارجين كتبلحوا، راه ماشي هذا هو الدور ديال الصحافة. واحد النقطة بغيت نشير ليها واخا انا صراحة مزيان، هو داك التجمع اللي كان ديال المنتخب المحلي. فمع الأسف انا تنظن بان التجمع لا يخدم مصلحه بعض اللاعبين الرجاويين اللي كانوا في ذاك التجمع. مع الاسف ما اختاروش الوقت المناسب، هذاك التجمع يخدم بعض الفرق اللي باقي ما بدات الاستعدادات ديالها. ما الفرق اللي بدات الاستعدادات ديالها ما يخدمهاش. تصوروا دابا مدرب بحال الشكل ديال البنزرتي. البنزرتي دابا من ذاك النوع اللي كيحط واحد المنظومه لاعب، وديك المنظومه عندها ادوات ديالها، كيحط لها لاعب هنا لاعب هنا، عنده لي روبير. دابا بنزرتي ملي كيشوف الراجل لعبه قدامه كيتخيل التشكيله، راه عنده لي روبير، عنده لاريان دو شكون غيكون، لاريان كو شكون غيكون، شكون ستوبر، شكون غيلعب دومي ديفونسيف، شكون غيلعب في لو غولي، شكون غيلعب في سميتو في صناعه اللاعب، شكون غيلعب في لا بوينت اغوش. عنده دي روبير في دماغه. دابا لو روبير ديال البنزرتي في لاريان دو راه هو البداوي، راه ماشي هو مذكور. واخا مذكور لاعب دولي وكيلعب مع المنتخب، ولكن ما شافوش، موجدش معاه، ما خدمش معاه. دونك بنزرتي كيخدم وكيدخل اللي يخدم معاه. وكنتمنى نكون غلط انا، زعما كنقول راه كتبقى كما تيقولوا لا كونكورونس مفتوحه. اللي سميتو اللي عطى اكثر مرحبا، ما عندناش مشكل. المهم اللي لعب تما يقضي. ولكن هي كنقول بانه مع الاسف هاد الناس اللي داروا هاد المعسكر ديال المنتخب المحلي، راه داك تقول فراقي وداك تقول عدد اللاعبين، وما فهمتش انا الفائده من هذا. الله يهديهم على راسهم. نقطه اخيره غنختم بها وغادي نفتح المجال، وسمحوا لي طولت عليكم شويه، هي النقطه ديال المدرب الحراس. مدرب الحراس كنعرفوا بانه فريق الرجاء البيضاوي على المستوى التقني، ففريق الرجاء البيضاوي كله الصوت اخويا قبلي مزيان، ما تنظنش علاش درت هي ليكوتور ما عرفتش. المهم الصوت انا بالنسبه لي مزيان، الاخوان ما كاينش اللي يشتكى منه. واخا غادي نحاول نقرب شي شويه داكور. الوغ النقطه ديال المدرب الحراس علاش؟ لانه غادي تلاحظوا بانه بن جديده سميتو نبدا بغايه هو الاول، وقبل من غايه غنبدا بالزنيتي في المقابله ديال اسفي. كل شيء شاف الماتش ديال اسفي اللي خسرنا فيه، بيوتا ديال جداريان اللي تماركاو على الزنيتي. ما معنى هذا؟ معنى هذا ان ماشي زنيتي خيب، ماشي معنى زنيتي خيب، لا، معنى هذا انه المدرب ديال الحراس لا يتوفر، وكنتحمل مسؤوليتي، هذا رايي الخاص، يقدر يختلفوا معايا الناس، يقدروا يتفقوا معايا. مدرب الحراس في الرجاء البيضاوي لا يتوفر على الكفاءه اللازمه لتدريب حراس لحراسه عارين فريق من قيمه الرجاء. يقدر يكون حراس اللي يحبسوا في فرق اخرين، ولكن الرجاء ومرمى الرجاء هو مرمى من اصعب المرميات التي توجد في البطوله الوطنيه. صعيب باش تحبس الرجاء، لان الرجاء الجمهور كيضغط وجمهور صعيب. ف كنشوفوا بانه السي مدرب الحراس لا يهيئ الحارس ولا يعطي اي اضافه على مستوى تهيئ الحارس الاول. هذه هي الاولى، لان الحارس الاول باش يكون موجود لا نفسيا ولا بدنيا ولا ذهنيا، راه ثلاثه الحوايج مختلفين. غير ذهنيا انا مختلف عليهم كاملين. ذهنيا خصو يكون لعاب، خصو يكون داخل في الماتش، بمعنى
ديك الليله اللي كيكون في لوطين كيخصو يكون مركز على المرمى ومركز على لا ديفونس ديالو كي كيوقفها في لي باراليتي، مركز على المرمى ديالته كيفاش كيخرج لي بال ديال الكورنير، كيفاش كيخرج على الكوفرات، كيفاش كيلعبها برجليه، امتى يلعبها برجليه، امتى يلعبها غير بيديه، امتى يضربها طويله، امتى يضربها قصيره. هاد النقط كلهم كيكون هو في لوطيل في ديك الليله، ما كيهضر مع حتى شي واحد، دير ليكوتور ودير الموسيقى خفيفه اللي ما كديرونجيش، وكيركز على هاد المسائل، ها اللي غندير، ها اللي غندير، ها اللي غيكون معايا في التشكيله، ها شكون غنلعب مع هذا، هذا هو اللي غنعول عليه في هالي. هذا هو التركيز، هذا هو الذهني، شي هاد الذهني هذا كيخص الحارس يكون داخل في الماتش مزيان من الليله ديالته. عاده الصباح ملي كيكون غادي التيران كذلك، ملي كيدخل التيران وكيدخلوا اللعابه كيشوفوا الكازون كيقلبوا الكازون، هذه كذلك يكون دائما ما يجيش واحد اللي يخرجوا، ما يجيش شي مشكل ديالو عنده في الدار ولا شي واحد يعيط ليه في التليفون يبسطو، خصو يكون مركز على الماتش. شي هاد الشيء الا ما وقفش عليه حارس مدرب الحراس راه ماشي مدني، خلي داك الاعداد التقني ديال يلوح ليه الكره ويلوح ليه الكره من هنا ويلوح ليه الكره صعيبه، خلي ها الاعداد الذهني بوحدو، الا ما قادش مدرب الحراس يدير هاد المسائل مع الحارس ويوقف عليه انه بالفعل انه كيركز واجد الماتش، يكفي ان الزنايتي جاتو اخبار الله يحفظ، حنا ما بغينا ليه غير الخير، جاتو شي اخبار ما مزياناش وجاتو على بعد ساعتين من الماتش، كي خصها تكون فرنسا مدرب الحماس وديك الساعه يمشي عند المدرب يقول لي شوف من الاحسن في العوده دخل فلان، دخل فلان، غادي يعيط داك فلان البديل يقول لي الله يرحم باك الله يرحم الوالدي، يا حنا مستعد، حنا ما كناش معويا ندخلوك ولكن دابا محتاجينك وبغيناك تبين لنا بانك لا راك انت هو الحارس الثاني، راك انت لا تقل قيمه عن الحارس الاول، وبغيناك توقف لنا في بوطو وتبين لنا، تبين لنا في هذا الماتش وتهيئه نفسيا وذهنيا ويدخل يحبس. راه هذا هو مدرب الحماس. الا شفنا الماتش ديال اسفي بيوتا ديال الجدريه تماركو على زنيتي، لان زنيتي ما كانش مركز هذه الاولى، ثاني حاجه ما كانش موجود بدنيا لانه كان راجع من عمليه فتره نقاهه، يلاه بدا التدريب تيبان لك السيد باقي عنده ان مونك دو كومبيتيسيون، ملي كيكون عندك ان مونك دو كومبيتيسيون لي ماتش ما كاينش بحالهم، ما عمر دير لك ما عمر كتعطيك مقابلات، اذا السيد كان مونك دو كومبيتيسيون، كان خاص واحد اللي غادي يوقف عليه ويلاحظ هذه القضيه يقول للمدرب بلاتي راه باقي السيد ما واجدش. اما ملي كتجي كتقول لي هذا واجد يدخل، فمعنى هذا انت لست اهلا لتلك المهنه، هذه الاولى. الحاجه الثانيه كان واحد لوكا ديال الحارس اللي هو اللي هو الحداوي، الحداوي ما كانش واجد لبعض الماتشات، مدرب الحماس نصح بانه راه واجد يمكن ليه يحبس، ومن اللي حبس بالفعل تصاب بانه ما واجدش، ما واجدش باش يلعب كاع في ليكيب بريمير كاع باتات، فما بالك انك انت كمدرب الحماس كتقترحه كحارس ديال الرناش في مقابله رسميه، مقابله اللي حنا فهنا تتبان لك بانه. الحاجه الثالثه هي الماتش تاع الديربي، الماتش تاع الديربي يعني ما كانش هناك نهائيا سميتو اللي كان حتى لاخر لحظه اللي كان يحبس راه هو الزنيتي، ولكن اخر الزنيتي بقاو تيحاولوا معاه حتى الاخر، لا غنجي ما غنجي شي ما بغيتش نجي لا كذا، في الاخر صدق خاوي بهم ما بقاش جا. فهنا انت كمدرب ديال الحراسه خدمتك هذيك، خصك انت تدخل فيها وانت تجيري هاد القضيه ديال زنيتي، تمشي لعندو تجلس معاه دير اللي بغيتي، سير صافا انت وياه مولاي يعقوب ما تيهمنيش، المهم جلس معاه وحاول تريطيه وتقنعو بانه مقابله مهمه، مقابله ديال كاس العرش ايليميناسيون ديريكت، الرجاء راه خسرت هذاك الماتش غتقصى، والرجاء معول على داك اللقب سينو غتخرج بزيرو لقب، دونك انت خصك انت تكون قد المسؤوليه ديالك باش تقنعو يحبس، ولا باش يتحمل مسؤوليته، باش الا كانت شي حاجه يبان، ويلا بان لك بانه سميتو غدير واحد التقرير وتجي تشوف الحارس الثاني وتريطي الحارس الثاني باش لا الحارس الاول حبس وقنعتيه، ولا الحارس الثاني اللي هو مسكين غايه غايه، راك شتي الظروف فاش حبس، الظروف فاش حبس السيب هذا هو اللي تلخر وعطيه كره ديال العافيه يشتهى ليه، رغم انه كاين خطا ضده ما عطاش ليه الحكم، ولكن راه كيبان لك بانه غايه ما كانش موجود ذهنيا ذاك الماتش، وإذا كان غايه ما موجودش راه مسؤوليتك انت كمدرب ديال الحمص. دونك هادو نقط كنتمنى تكون، كنتمنى تكون وصلت هاد الرساله. الرجاء اليوم اذا كانت بغات تبني فريق صحيح وبغات تبني واحد الفريق تقني وبنات فريق تقني في المستوى، فباقي المنصب ديال المدرب الحراس يجب البحث عن مدرب، وعاجلا يجب البحث عن مدرب حراس عنده الكفاءه، يعني عنده الفورماسيون،
بغض النظر حيت كاين خضر مدرب حراس يكون عنده الكفاءه وعنده سميتو، ورغم انه ما كانش حارس كبير، رغم انه ما كانش كاع كيحبس على المستويات الكبيره، ما شارك لا في عصبه لا والو، ولكن عنده التكوين وكيعرف القوالب وتحرميات ديال حراسه المرمى. فخص واحد اللي يكون عنده التكوين الاكاديمي بعدا هو الاول، وعاد عنده يعني التكوين ديال لو تيغان، كيعرف كيفاش تحرميات وفيت فيه كان حارس كونفيرمي. دونك كنتمنى تكون الرساله وصلت، هذا الشيء اللي كنت باغي نقول. فكنتمنى انه ان شاء الله فريقنا يكون في المستوى اللي كنتمناه. نشوفوا الاخوان وسمحوا لي اذا تعطلت عليكم شويه، نشوفوا الاخوان اللي هما بغاو يدخلوا. سي جمال قبيلة تيقول لي بغا يدخل، مرحبا سي جمال من طنجة. صراحة مدرب حراس مخبي وراء الحراس، حراس أصلي حسن مع الأسف مع الأسف. ألو ألو، السلام عليكم. السلام. ألو وي وي، كنسمعك السي جمال معاك. الله يحفظك خويا، بارك الله فيك، تفضل. الله يحفظك اخويا، مرحبا. شوف شوف بلاتي، عرفتك اخويا، غير كاين شي صداع حداك، ما عرفتش واش داري كيلعبوا ولا مسلسل ولا شنو. لا لا، كيتيري في الشارع والبرنامج ديالك ديما متبعو. انت قلتي انت كتعيط بغيتي تدخل او لا؟ وي خويا، العام سي يوسف. يلا تفضل، شنو بغيت تقول لنا؟ تفضل. طيب بالنسبه للملف الانتدابات السي يوسف. نعم نعم. فيما يخص الانتدابات، انا كان على المبادره اللي قاد السير بدراوي يشكر عليها، لان التسيير اللي باش بدا الفريق يعني من بدايه الموسم الحمد لله، يعني هادشي كيمشى بالخير. غير واحد الحاجه اللي بغيت نشير لها السي يوسف، وي هي القضيه ديال 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 ديال, ديال الانتدابات فيما يخص واحد ثلاثه ديال المراكز. وي اولا الانتداب ديال بيتر ويلسون، وي واش تم بالاستشاره مع اللجنه التقنيه ولا مع المدرب ولا كاين اطراف اخرى؟ لان حنايا كنا كنشوفوا بين المراكز الخصاص اللي كان السير بدراوي قام بهم، الحمد لله كان عناصر اللي هما متمرسه وعناصر نتمناو منها الخير ان شاء الله الرحمن الرحيم. ولكن بسم الله الصحابه من بيتر ويلسون، يعني كاين عندك بيتر ويلسون وعندك ديال بوكاسي، بوكاسي على ما اظن الجزائري كان في الدوري العراقي بالقوه الجويه على ما اظن. هو جوج اللاعبين هادو واش كان باستشارة اللجنة التقنية ولا السي بدراوي؟ يعني ما فهمتش، ربما تكون شي داكور داكور. الوغ بغيت بعدا نجاوب واحد الاخ اللي هو سعد نضال، قال لك اودي ما دويتيش على التصويره ديال لا لا، التصويره ديال الوزيز بالعكس، راه سا نوزا توشي او كور. فكنشكر السيد الرئيس انه فكر في هذه الفكره هذه وطبق هذه الفكره ديال انه الصوره ديال التهنئه ديال جلاله الملك واعترافه بالرجاء كقدوه لباقي الانديه. فاحسن لجميع الانديه، هذا شعار غيبقى مدى الحياه، وفي فوالا غصه في عنق جميع الاعداء. هذا وسميتو، وحتى ديك العباره فهي يعني من ناحيه الزمان، من ناحيه الزمان، حيت الا خديتي التصويره ديال نهائي كاس محمد السادس، نهائي كاس محمد السادس انتهى بانتهاء بنهايه المقابله، الحدث اللي كتجسدوا ديك الصوره انتهى بنهايه المقابله، ولكن الحدث اللي كتجسدوا ديك العباره لا، عندك صداع اخويا بزاف، عندك صداع بزاف. واخا نحاول نبدل المكان السي يوسف. شوف بدل المكان وعاود اتصل بيا من بعد. صافي انا معاك السي يوسف. لا غير بدل صافي، دابا مزيان تنظن ما كاين صداع، دابا كتسمعني دابا؟ وي سي الو. قلت لك بانه الحدث الاول سال بنهايه كاس محمد السادس، اما هاد الحدث اللي كتجسدوا هاد العباره لا ينتهي في الزمان ولا في المكان، باقي مستمر انه الرجاء قدوه، راها باقا قدوه حتى النهار يخرج شي عباره او شي جمله من عند جلاله الملك كتقول بانه فريق كذا وكذا يعتبر من غير رجاء يعتبر قدوه للانديه، عاد غتسالي ديك العباره. واش فهمتي كيفاش؟ لهذا قيمتها هي قويه ومستمره في الزمان والمكان. وتحيه للرئيس انه يعني غير صورة أحسن خلاف لأحسن سلف. إذا بغيت نرجع للنقطة، السؤال اللي سولتي على جوج ديال الحالات.
بعدا واحد القضيه بغيت نوصل لك داكشي اللي كيوصلوا لي الناس اللي قراب منك. ف نعم أسف. شوف، يكذب عليك الكذاب اللي يقول لك بانه شي لاعب كيتحط ستيلو فيه مع الرجاء بلا استشاره تاع البنزرتي، ياك؟ لانه اشنو وقع الوقت اللي وقعوا مع داك اللاعب؟ اشنو وقع؟ كانت الرجاء ديجا اللجنه الثلاثيه راه كانت دايراه في لا ليست، كان هو ماشي نقول لك واش كان لو شوا 4 ولا شوا 5 ولا 6، المهم كان في لا ليست، كان في لي زوبسيون. دابا الوقت اللي قلبوا على دوك اللاعبين وتفاوضوا معاهم ما نجحوش في الصفقات، وكاين اللعابه اللي لقاو الناس موصين عليهم بما فيهم لاعبين اللي خارج البلد موصين عليهم. اذا جا لو شوا ديال هذاك اللاعب، قالوا اجي نشوف علاش سميتو انه مادام ما نجحناش مع هذوك نشوفوا مع هذا السيد هذا. اش داروا؟ اقترحوا بطبيعه الحال بناء على الفيديو، اقترحوا على بنزرتي ني با كونتر، ما هو نتحدى واش البنزرتي خرج شي مره ولا خرج شي منبر ولا شي كلمه ولا شي ميساج وقال بانني هذاك اللاعب ما بغيتوش. بيان سور البنزرتي كما كتعرف ماشي راجل مبتدئ، يعني فوالا راه كيما حتى كيجي حتى كيشوف اللاعب على ارض الواقع اللي يقدر يحكم عليه. يعني وانا نسيت، انا كاين ما يقارب 26 لاعب، راه ما تقدرش تقول حتى شي واحد مره من بلاصتو مع السي بنزرتي. انا غنزيدك واحد القضيه، شي واحد الهضره قال لي منخرط ديال الرجاء، ولا ربما يكون تبع اللايف، منخرط معروف في الرجاء، قال لي بانه تصور معين الشعباني ما عندوش التاريخ اللي عند البنزرتي بتاتا. معين الشعباني والناس اللي كيعرفوه عن قرب تيقول لك بانه ملي قبل ما يتعاقد من بين الشروط ديالو انه ما يتحطش شي لاعب في الليسته الا بعد استشاره ديالو نهائي، هذا معين الشعباني. فما ادراك بالبنزرتي، البنزرتي معروف كيقطع القميجه وكيزيد بحاله، غتقلقوا ولا دير، يعني اقل حاجه غيدير غيمشي بحاله ويفسخ من اتساع يقول دبر راسكم، ما عندوش السوق، ما كيتسوقش. دونك باش تجي انت تمشي تسيني مع اللاعب وتفاوض وكذا وتجيبو، اللي وقع انه اللاعب تم عرضه للفحص الطبي لانه باش العقد يولي نهائي كان مبدئي، باش يولي نهائي كان خص الفحص الطبي، الفحص الطبي تبت بانه ما نجحش في الاختبار الطبي، سالينا من هذا اللعاب، ما جربوا البنزرتي وكنتحداو شي واحد عنده شي صوره ولا غير نص الصوره بانه هذاك اللاعب تم تجريبه، راه ويلسون راه ما تشوفش نهائيا، راه ما حطش يديه في الوزيز ولا رجليه في الوزيز بتاتا. دونك مساله فحص طبي ها هو داز. بالنسبه لهذا اللاعب، هذا اللاعب الثاني اللي هو اللاعب الجزائري، هذا اللاعب هذا حتى هو اختاروه، شوف اختاروه وسميتو وبناء على الفيديو كذلك. فاللاعب جا ترينا مع الفرقه وسميتو وزيد واحد القضيه، بوكاسيرا من اللعابه اللي خداتهم الرجاء من البدايه على الميركاتو، يعني تقريبا دابا دوز معنا شي 3 سومين داكو. لو ان بوكاسي ما قنعش او ما كانش من داك النوع اللي كيقنع نوعيه البنزرتي، كل الله صيفطو من شحال هادي، علاش غيبقى عندنا حتى دابا؟ كل الله دابا ديجا بريتي ومشى كاع ما يبقاو يزيد، علاش باقي كيعطيه فرص؟ لانه باقي مامن بانه عنده الامكانيات باش يمكن ليه يقنعو ويمكن ليه يدخل. حيت الناس كيغلطوا في واحد القضيه، البنزرتي راه ما كيخدمش على 11 لاعب، بنزرتي كيخدم على 21 22 لاعب، هذوك 21 22 كيلعبوا معاه 18، هما اللي كيلعبوا معاه سونزاري، تا اذا اضطروا تعطب عليه شي واحد ولا هادي عاد كيبدا يدخل في ديك لا ليست اللي ما بعد 18. انت اش بنقول لي؟ اذا 22 كيلو، اذا هو محتاج لبوكاسي، محتاج صانع العاب يكون عنده كومون بلاصون، محتاج ليه، انما باش يحسم او نحسمو حنا باسمه ونقولوا بوكاسي ما صالحش او لا تصيدات فيه الراجع على السينات معاه، هذا كلام انا بالنسبه لي غير مسؤول. راه كاين ناس تقنيين اللي مكلفين، باش ما يطيحش في الاغلاط اللي كنا طاحنا فيه مع بابا كوتشو اللي كنا ماشي قليل يطيح الله يرحم الوالدين، الله يرحم الوالدين، باش ما فوالا كنبقاو نتسرعوا، كنصيفطوا واحد اللاعب كيولي. حيت ما ننساوش واحد القضيه، شي بوكاسي لاعب اللي عنده مونك دو كومبيتيسيون، وهذا مشكل عند اي لاعب ماشي هو. دونك ما ادراك بانه هاد لي ماتش اللي يكون اللي كيلعب مع الرجاء اون بليس يقدروا هما يساعدوه باش يسترجع هذيك المونك دو كومبيتيسيون اللي عنده، يغطيها ممكن.
اذا نخليو المدرب له كامل الصلاحيه، وديك هذاك هذاك هذيك الهضره ديال انه ولا غلطنا فيه ولا ماشي لاعب في المستوى، راه ما اوني با ميو بلاسي كو بنزرتي، وكذلك اللجنه اللي اختارته. فنتمنى ان شاء الله التوفيق، وتحياتي ما عطينيش الاسم ديالك. جمال جمال سي يوسف. حيت كتخرج ليا غير غير النمره. جمال جمال زياد محمد، هذه جمال زياد محمد، زياد محمد. لا باش نعم، هذا من متابعي البرنامج ديالك سي يوسف. شكرا بزاف على هذا البرنامج ديالك صراحه. المواضيع كتمشي يعني كتساير المواضيع، ما بقاش ديك العشوائيه في هذا من اجل الله يبارك كما كيقولوا، ولكن كتمشي صراحه مع 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 الاخبار ديال الوقت. يعني كل حاجه الله يحفظك، ما بقاش كنهضروا، لكن الحمد لله صراحه الله برنامج تشكر عليه. الله يحفظك، الله يطول عمرك، الله يطول عمرك خويا زياد، تبارك الله عليك. عينك الله، شكرا. الله يتبارك الله سي يوسف، شكرا جزيلا سي يوسف، تبارك الله، شكرا. فعلا السي ايمن عندك الحق، الشاذلي راه في المنتخب مع الاسف، ما الشاذلي عنده علاش اختاروا في المنتخب نورمالمون، راه هذا هو المشكل. الو شكون عندنا؟ عندنا سي اسماعيل ربما. سي يوسف ما عرفتش واش باغي يدخل ولا لا. لا سي عبد الرزاق باغي يشارك في المسابقة. ألوغ شكون عندنا عاوتاني؟ واخا الناس اللي كيكتبوا الميساج، كيكتبوا ميساج، كيصيفطوا ميساج فوكال، راه صعيب باش نعرف واش باغي يشارك ولا لا. الله المهدي، ملي كتصيفطوا ميساج، ملي صيفطوا في واتساب ديروا ميساج يكري باش نعرف ديريكتومون، غير كنطلع كنطالع هكا كتقول لي باغي نشارك، كنكليك عليك من هنايا ونطلعك. سي يوسف تيقول لك لا فيدراسيون فيان دانتيغدي غاجا ايماز دو جوي او بيرجيغو اون ما عرفتش اون افونسون لاغيومون les matchs de pré-saison ne doivent pas se jouer sur terrain officiel, c'est incroyable, faut pas laisser passer maintenant. Alors, خويا شوف هاد القضية أنا ما في خباليش، يلاه عرفتها من عندك أخويا يوسف. هاد النقطة قال لك أودي علاش ما خصناش ندوزو هاد القضية، علاش لا فيدراسيون كتمنع الماتشات أميكو يتلعبوا في ماتشات أوفيسيال. واخا البيرجيغو جوستومون، هذا نداء للسيد الرئيس، راه حشومه واه ان الفريق ديالنا حنا، يعني فريق بحال الراك، تصور فريق بحال الراك عنده تيران ديال البيرجيغو بالكراسه كيهز 25000 متفرج، وحنا الرجاء اللي فريق الالقاب وفريق اللي هو قدوه ما يكونش عندنا تيران ديالنا، فخص يكون عندنا تيران حتى حنا اللي ديال 20000 متفرج 15 20000 لعبوا فيه حتى حنا الماتشات اميكو. فكنتمنى ان هذه الفكره تراود السيد، يكون اصلاح ديال تي سي ما علاش لا، ويداو فيه دي كرادان ونبداو حتى حنا نستقبلوا فيه وتصاوب ليه غازون مزيان، حتى حنا يكون عندنا تيران على الاقل ديال 20000 25000 في انتظار ان شاء الله تكون عندنا الامكانيه نديروا تيران مكتب مكبر، علاش لا، باش بحال بحال المشكل ما يوقعش. داكور سي رشيد ما سميتو، ما عرفتش واش باغي يدخل، تا هو ديال ميساج فوكال. دونك الو نمشيو لهنا نشوفو هنا الاخوان اللي هما معانا. سي مهدي، نعيطو سي مهدي ماشي مشكل. سي مهدي الو، عيطون مهدي، هو مهدي. سي مهدي تريسي تفضل. رشيد مهاجر رجا فخر لنا، تحياتي. سي البركاوي السلام خويا يوسف. الو السلام. اهلا اهلا سي مهدي، تحياتي، فرصة سعيدة. سلام سعيد.
مرحبا، تحياتي. اش يمكن تقول لنا؟ تفضل خويا، اش تقول لنا على الخرجه الاعلاميه الاخيره ديال الرئيس، وشنو كيطرى في الضجه حاليا؟ تفضل. سي يوسف، كنشكرك اولا على هاد الاستضافه اللي بغيتيني نقدم فيها الراي ديالي حول مقال الرئيس عزيز القراوي. انا صراحه سمعت له الحوار ديالو في اذاعه ديال راديو سبور ماروك، تيبان على ان البريزيدون تيدير واحد المجهود جبار صراحه، واحد ليفور كبير على انه باش يرجع الراجل للمكانه ديالها، سيرتو على ان صراحه تيبان انه دير واحد العمل كبير على مستوى الانتدابات، على مستوى المستشير اللي غيكون في القميص ديال الرجاء، انه خاصو يكون من قيمه ديال نادي بحال الرجاء باش يدخل امكانيات ماليه كبيره. لان انا هذه القضيه بالسي يوسف لاحظت على انه اوني اوبليجي باش يكون عندنا واحد الرئيس بحال هكذا. حنا كنشكروه وفرحانين به صراحه، لان مقبلين العام الجاي على السوبر الافريقي مثلا، ولاحظنا على ان القيمه، وانا قريت واحد باراغراف في الكاس، ان الكاس غيعاون ليكيب جوبونس وقيلا 3 مليار في لاني باش انها دير دي ريكروتمون مزيانه، باش ان البرودوي يعني حتى المنتوج ديال السوبر ليغ غيكون النيفو ديالو طالع على حسب ما سمعت، من خلال القيمه ديال اللعابه اللي غتكون في داك دونك راه هذه الخطوه جد مهمه على ان المستشير يكون بواحد لافالور كبيره. وصراحه انا سي يوسف انا عندي واحد الطمئنان كبير، صدقني الى عندي واحد الطمئنان كبير، لان كيبان على ان الناس كتبان على انها دايره جهدها كله باش تكون في الواجهه مزيان وكيتحملوا المسؤوليه. مثلا الملف ديال النزاع تاع جوبونس وقيله صراحه لراديو سبور، الاربعه ديال الليجان غتكلف الدوسي ديال النزاعات، دونك راه غتكون الامور بيان ديتايي، وحنا محتاجين لهذ النزاعه توتالمون. اون جينيرال السي يوسف تيبان على ان تبارك الله سي عزيز القراوي كيدير عمل جبار صراحه. تبارك الله، نوم دو جيستيون. نتمناو انه اللي فيها خير الكره المغربيه، انه يكونوا الناس من النوعيه ديال البدراوي يخرجوا يشدوا فراق بلا يشدوا الفراق. راه طول الكره المغربيه بزاف، لان بحال النوعيه ديال الرؤساء هما اللي محتاجاهم الكره المغربيه. انا سي يوسف صراحه الله باش عرفت على ان الرئيس اللي كيكون جاي على مثلا، انا مثلا خديتها واحد ليكزومبل ديال باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان ما نساوش سي يوسف واحد القضيه، لا بلو بار ديال الناس تقول على انهم خفقوا في الشامبيونز ليغ وعندهم لي ستار، عندهم ميسي نيمار، عندهم زعما لعابه واعرين، ولكن السي يوسف راه ما نساوش واحد الخطوه اوليه دارتها، وهذيك داخله في القاعده ديال كره القدم. راه باريس سان جيرمان راه سيطرات على الدوري الفرنسي والكاس ديال فرنسا. وي 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 معنيتها دونك ديك لا استراتيجي ديال انك باش تكون باغمي لي كرون كلوب راه خاصك تبدا من لو ديبي، معنيتها محليا بعدا راه داروا واحد امبا، راه انهم سيطروا. وي مازال باريس سان جيرمان الا بقات غاده بحال هكذا راه تحرج لي كرون سيكيب، ولكن تحمل المسؤوليه ديال شنو تنقول. وانا هذا المراحل في كيوصلوا ديال عصبه الابطال، ديك المراحل كتخلي لهم الزبابل ديال الفلوس، راه عرفتي الا وصل غير الكارد فينال راه زباله الفلوس، العام الاخر وصل الدومي فينال زباله الفلوس، واخا ما يديوهاش كاع، العام اللي فات الفينال راه فلوس كتدخل، راه فلوس صحيحه، عاد خلي المستشهرين وخلي هذه الجوائز ديال الاتحاد الاوروبي. انا زعما الناس كتخدم بالكالكولاتريس، الناس كتخدم شحال ندخل هنا وشحال ندخل هنا وشحال ندخل هنا، هاد لا كومبيتيسيون هكذا هكذا، الناس كتخدم وكطور راسها وكتعمر الصندوق، كتعمر الصندوق، لان الفلوس راه هما كورة تاع اليوم، ما عندكش فلوس راه ما غدير والو، اللي جاي يطحنك شي اللي كاين. فوالا اوسيوس، بغيت نقول واحد النقطة للجمهور، انا كنهضر مع الجمهور اللي كيعرف حق التسيير وحق الكرة، راه غير الشيء انا الحلم ديالي كاع الالقاب شفتو مع الرجاء، شفت الكاف، شفت كاس العرب، شفت كاس العالم الانديه، البطوله، كاس العرب، كاس الشمال الافريقي، تقريبا كاع لي تروفي شفتهم. كنتمنى نشوف ان تروفي واحد ان شاء الله اللي هو الشامبيونز ليغ، وان شاء الله حنا جايين ليه بخطى ثابته. غير بغيت نقول واحد المساله، على ان راه ما نساوش واحد القضيه، شتي راه غير الرجاء مثلا رجعت مسيطره على الشامبيون شاك اني كديها طوازون تابعه ولا كاطون ولا ميم شوز بالنسبه لكوب دي طون، راه هذا انجاز كبير السي يوسف، راه ما نساوش الشامبيون دابا ما عرفتش شحال دازت سير راه دينا وحده، راه كنا مسيطرين. وي وي. نساو في واحد الوقيته دينا سبعه الشامبيونات متابعين، دونك محليا راه تتبان الخدمه محليا من لو ديبي الا بغيتي تسيطر قاريا. وي وي اكيد. هذه الاستراتيجية اللي بغيت نقول. اكيد اكيد. داكور، شكرا خويا المهدي، كنشكروك وكنتمنى التوفيق للفريق ديالنا ان شاء الله، واضم تفاؤلي الى تفاؤلك. فوالا دونك فهمتي شنو بغيت نقصد السي. بيان سور بيان سور. كون تي فوا ديماري دو ا زيرو راه خاصك تتسى
تمام شكون شي يجي دقه واحده. تماما، شكرا خويا، تحياتي، بارك ميرسي الله. بوكو، بارك ميرسي الله. ميرسي، شكرا. الاخ اللي كان سولني على غايه، على شت الميساج ديالو فكنحييه. غايه اليوم كان في المستوى بطبيعه الحال جبد ضربه جزاء. اشوف انا دائما عندي قناعات ديالي خاصه بيا. انا بالنسبه ليا غايه الحارس رقم واحد في الرجاء، هذا رايي خاص، كل واحد كنحترم الراي ديالو. حارس رقم واحد، حارس يعني من المستوى العالي، حارس عنده مواهب ديال الحارس. انا ماشي غير كيحبس ولا كيبان كيتعلم يحبس، عنده مواهب. غتلقى دابا ملي كنبزقو صغيور غتلقى عز عليه يتلاح على الكره، عنده المواهب، وديك المواهب هي اللي كتخليه انه كيتفوق. فملي كتكون عنده واحد لابورد، واحد الغلط ولا كذا، راه كتكون نقطه في واد، كتكون ما وهذه راه ليغوغ هيومان، راه ماشي حاجه وخرجوها العلماء، راه النصارى اللي خرجوها راه عرفوها وخبروها وعرفوا بان كاينه في الحياه. لا بد الانسان ليغوغ ايت هيومان، راه ما يمكنش الانسان ما يغلطش واحد النهار، ولكن الا غيغلط ليا في ماتش وغيزدط ليا انا 77 ماتش فمرحبا بالغلط. فتحياتي، انا ديما كنعاود نركز على واحد النقطه، الا انا غلطت كنركز على واحد النقطه، هي انه البنزرتي بمن حضر. البنزرتي عنده ليكيب اللي كتكون تحت من عينيه، كيخدم معاها وكيحط ليها لي غوبيغ ديالها في التيرات وكيلعب بها. الاخرين اللي ما كيشوفهمش راه كيكونوا بدلاء عنده، الى ان يثبت العكس. وكنتمنى انه اللي غيصلح للراجع هو اللي غيدير البنزرتي، هذه اللي كنتمنى. وتحياتي، وكنشكر الاخوه والاخ على التساؤل ديالو. سميتو الاخ كيسول على النتيجه ديال، راه عطاو النتيجه ديال الرجاء مع الماس، وكلنا تفاؤل ان شاء الله. نشوفوا الاخ المهدي الا كان ممكن يكون يعطينا شي اخبار اللي عنده. الو، السلام عليكم. اهلا سي مهدي، صافا؟ كلشي بخير؟ لاباس عليك. الله يحفظك ونجيك. المهم انا شويه تفاوت معاك على اربع، وسمح لي على التاخير هذا. لا لا ماشي مشكله، بالعكس بقيت كنتظر فكان عندي شي حوايج ديال الخدمه وراك عارف. انا عارف داك الشيء، عشان احترمت المواعيد. مرحبا، اش يمكن لك تقول لينا؟ نعم مرحبا. واش كتسمعني مزيان؟ لا كنسمعك امبيكابل. بغيت غنسولك شنو بان لك في الخرجه الاعلاميه للخضره ديال السيد الرئيس، وبطبيعه الحال من بعد رشنا لعندك شي مستجدات. تفضل. غادي نقول لك الخرجه الاعلاميه كل شيء عرفها. وي الرئيس قال الواقع اللي كاين. وي باش نختم لك انا، حيت ميه في الانتدابات. وي فنقدر نقول لك بان 100% باقي واحد جوج انتدابات اللي يقدر يكونوا في هاد لا سمين غدا ولا غا نسبت. وي السي البدراوي في الخرجة الإعلامية بغا يوصل لنا واحد الميساج بأن المشاكل اللي كاينة في الرجاء راه هي ضايلة على قبل هذاك لو سوجي ديال المحاسبة. وي 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 أنا غادي نقدر نقول لك واحد الكلمة أخرى. وي فهاد السنة غيكونوا مفاجآت المحاسبة ان شاء الله. غتكون واحد غيكون غتكون المحاسبة ماشي غير فريق الرجاء البيضاوي، غيكونوا فورم اخرى. ما بغيتش نذكر الاسم ديال الفورم باش واحد يقول لك غادي تشوش علينا ولا شي حاجة. نتمناو انه تكون اخويا مهدي، غير باش نذكروا الناس اللي متبعين الصفحة، راه كنا من شحال هادي وحنا كنادي المؤسسات المشرفة على الرياضة، ومن بينها اللجنة المكلفة بمراقبة مالية الأندية، أنها خصها تقوم بالدور ديالها في مراقبة الأندية. راه مايمكنش هذيك الأموال كتصرف ملايين ملايين الملايين وكتدوز وكتغمق، وما كنعرفو الفلوس فين مشاو، ما كنعرفو الوضعية المالية المتضعضعة ديال بعض الفرق شنو السبب ديالها. فهادشي خصو يمارسو ويراقبو، راه هناك مال عام، راه مال عام يجب مراقبته أسيدي. وكنتمناو أنه تكون أن هذه هي المرحلة اللي وصلنا لها دابا لأجل مصلحة الكرة المغربية. تفضل خويا. فالمحاسبة غادا تكون السي البدراوي جا
جاي عنده هدف عارف اش كيدير. كنتمنى من الله عز وجل ان بعض المشوشين من الجمهور يبعدوا على هذا السيد هذا، يخليه يخدم. لان السيد جاي باغي يخدم وعارف شنو كيدير. في هذا النطاق نشط واحد ثلاثة واحد الاخ دابا بغيت نقول لك كلمه واحده، فانا الى ما كانش عندي المصداقيه في الاخبار ما نبقاش ندوز معاك الاخ يوسف، لان الناس كيشكوا في المصداقيه. كاين بعض الناس سامحهم الله مش تشخو. شكون هذا السيد؟ عطيني شكون هو بعدا هذا السيد الله يحبك. باش دابا غادي انا الله شفت واحد الكومونتير ها بلاتي انا غنمشي دابا. هات كاين غاية تصدى بلاتي. زيد العفو عثمان حوزي هو اللي خلي دار العفو. شي هشام اخضر قال شكرا خويا، ولا اخر قال غاية تصير. هذا اخر الميساجات اللي عندي انا. المهم اللي بغيت نوصل لك هو ان كاين انتدابات غيكونوا فهاد ان شاء الله فهاد الاسبوع هادي ان شاء الله. من خلال دويتي على دويتي قبيله على الحارس غاية، وي من خلال المتابعه ديالي اللقاءات الوديه اللي جراو على كره البيضاوي، وي شا الى ما كانش شي يد من الفوق اللي غتحرم حارس غاية من الرسميه، فما كنظنش بان سنتين ما كنظنش انه غيكون الحارس الرسمي للفريق بعد هاد المقابلات الكبيره اللي دوز الحارس غاية. نتمنوا انه حارس كبير، حارس اللي بين في مقابلات الوديه ماتشات مزيانه في رجلين. هادشي اللي غادي نقدر نقول لك على المقابلات الوديه. وي دويتي قبيله على اللاعب الجزائري سميتو مهدي بوكاسي. مهدي بوكاسي الاخ يوسف كنظن غادي يكون اعاره، كنظن ما كنشوفش لي باسيون من الخبر. وي لان غنعطيك واحد الخبر انا متاكد منه. وي المنزرتي ما مقتنعش بها خويا الاخ يوسف. ما مقتنعش بهذا اللاعب هذا لان تحطات لان الرئيس من بعد الاخبار اللي وصلتني دار اجتماع مغلق مع اللاعبين اللي غيكونوا معارض وبين لهم بان الرسميه ديالهم ماشي حتى هما ماشي رسميين بانهم ماشي شي لاعب اكبر. فكان قنعهم بان الاعاره هي السبيل الوحيد باش يطوروا من المستوى ديالهم. كاين اللاعبين اللي غيجيو ان شاء الله، كاين اللاعبين اللي غيمشيو الفرق ديال القسم الوطني الثاني، وكنظن بان بزاف اللاعبين غيمشيو ليوسفية برشيد. وي بالنسبة لواحد النقطة كنتي دويتي على الأخ يوسف على في واحد اللايف ما عقلتش إمتى، هذه نقطة مهمة بغيت نناقشها مع الجمهور الرجاوي الوفي اللي كيعشق الكرة. فكانت اختلالات في العقود ديال اللاعبين الشبان، كانت اختلالات في بعض العقود ديال اللاعبين الشبان. اخر بدراوي فطن لهاد القضية هادي، حاول يصلح اخطاء اللي دارو المكاتب السابقة. وي وغيكونو كونترات في المستوى لاعبين الشبان، لان المدرسة الرجوية كتسخر بمواعيد كبيرة بزاف الاخ يوسف. ربما على ديك هاد النقطة هادي اخويا المهدي، ربما انه الا فهمت بانه المبالغ اللي مكتوبه في العقود ديال هاد اللاعبين هي مبالغ هزيله، بمعنى بحال هذاك الشيء. تمام فهمتك، يعني بحال هاد الناس اللي كانوا كيسيروا كيشجعوا هاد اللاعبين انهم يهجروا النجا وانهم يمشيو في الاتجاهات اللي بغاوهم هما واللي بغاو السماسير يمشيو عند فرق اخرى. فعلا هادشي ما بقاش في الرجاء البيضاوي الاخير، وخاصك تعرف واحد القضيه انا نقولها لك، بان كاينين الناس ورا الفرقه. السيد جاي باغي يخدم وعارف اش كيدير. اول سنه ليه في الرجاء البيضاوي هادشي اللي كيقوم به راه بزاف، راه زعما برافو ليه باش تنتدى الفرقه كامله تجيب مدرب كبير بهذا المستوى هذا، راه خاصك تكون سميتك البدراوي. وغير لي شونتي اللي خدام فيهم
انا حسبت ليه دابا سبعه د لي شونتي خدام فيهم، سبعه سبعه د لي شونتي كلهم خدام فيهم دقه واحده، كيضرب هنا ويضرب هنا ويضرب هنا، سبعه د لي شونتي. انت دابا ما هي الا نقطه في وسط هاد لي شونتي بسبعه، سبعه ديال باش تخدم، باش تخدم سبعه ديال. ولا تبارك الله عليه، راه عدد الشركات، راه الدماغ اللي غيسير اكثر من 60 شركه في المغرب، عاد اللي كيعلى برا راه يقدر يسير الراجل، ما نخافش عليه، ما نخافش عليه. فعلا. بغيت نوصل لك واحد الخبر الاخ، مرحبا بان مرحبا بان الرئيس وي تلاقى مع ناس كي كيعرفهم ناس وي قراب، وي قال لهم انا هاد الفرقه هادي ما بغيتش نمشي منها حتى ما يبقى فيها حتى شي ليتيج. ان شاء الله الرحمن الرحيم، ان شاء الله. قال لهم هاد الفرقه هادي باش تجيب مستشفيين كبار، ومازال الخير غادي يجي قدام الاخ يوسف ان شاء الله. لان ان شاء الله الامور كتمشي بالسريه ان شاء الله، ان شاء الله الحمد لله. هادشي دق الصغير. نتفائل اخويا كثيرا، وكنشكرك اخويا على هاد الخبيرات هادو، وتحياتي ليك وفرصه سعيده، ونلتقي فيك سميتو. وان شاء الله شوف ما تلتفت حتى شي واحد اللي يقول شي كلمه ولا يهضر شي كلمه، انت تخدم الرجاء كما اخدم انا الرجاء، وهذا يكفيك فخرا ويكفيني فخرا، ولا يهمك نباح نباح بعض الاشخاص. تفضل خويا. واش نقدر نقول لك واحد الكلمه الاخ يوسف؟ مرحبا. واول مره غادي نقول لك هذه الكلمه للجمهور الرجائي. نعم. الحمد لله حنا ولاد الرجاء كبرنا مع الفرقه هذه، كنمشيو نستقصيو الاخبار من المكان ديالها. وي حنا هاد الفرقة كنعطيوها بفلوس، كنعطيوها الدم، ماشي بحال شي وحدين شادين كما كيقولو مشارجين خمسة دراهم كيبدا يعطيك في التعاليق، كيبدا يقول لك كيبدا حنا هاد الفرقة هادي كنتي راه جوابي صحيح ما غاتديهاش في الهضرة ديالي، يعني واخا نكون ما كنكذب عليك ما غاديهاش فيها، وتعاون فرقتك. اوكي اوكي خويا، كنشكرك خويا المهدي، تحياتي وفرصة سعيدة هادي، إلى اللقاء إن شاء الله في فرصة قريبة إن شاء الله، تبارك الله عليك. نعم نعم. والاخوان تنظن وصلنا للنهايه، بغيت غير نختم بواحد التذكير باللايف ديال غدا ان شاء الله مع السبعه، غنديرو فيه مسابقه على واحد اربعه د لي كارت اللي كاينين حد الان، يقدر يتزاد العدد، المهم كاين اربعه د لي كارت اللي كاينين اللي هما ديال 500 درهم ان شاء الله، غنديرو المسابقه. الاخ كاين بعض الناس اللي ربما ما فاهمينش المسابقه، واحد الاخ راه قال لي هالنمره ديالتي بغيت نشارك معاك في المسابقه، لقيت الميساج ديالو، فغير باش تفهموا راه ماشي انا اللي غنتصل، نتوما اللي غتصلوا، انا غادي نفتح مسابقه تكون على المباشر في الصفحه ديالي هنا ان شاء الله. كملنا اخويا يوسف كملنا، اذا غتكون مسابقه مفتوحه مع السبعه د العشيه ان شاء الله، غادي ندج كلمات نقدر نجيب شي خبيرات ديال الرنجة ونبداو المسابقه ديالنا. فغنطرح السؤال الاول والاخوان غادي يجاوبوني في الخاص، ماشي غادي يعطيني هو، خصو يدخل ويدير لي ميساج كيما صيفط لي دابا، كيصيفط لي في واتساب انا ديال اللايف، هو كيجاوب في واتساب الصفحه ديالتي. غادي نقول السؤال الاول، غادي يكتب الجواب، السؤال الاول الجواب ديالو ها هو، طن هو فلان، هو اللاعب فلان، فهمتيني. السؤال الثاني ها هو فلان، يقدر واحد يربح جوج بطاقات، راه ماشي بعيد، إذا كان كيعرف أخبار ديال الرجاء وكيعرف تاريخ الرجاء يقدر، الله يعاونو، حنا نزيدو غير الخير، حنا منكرهوش أنه تكون الناس اللي غيديو البطاقة يكون الناس اللي محتاجين وعندهم عواز مادي وعندهم مشكل مادي، نتمنوا هادشي اللي كاين. ومرحبا بكم غدا ان شاء الله، ومازال غادي نخرج في امبتي لايف باش نوضح مزيان المسابقه باش ما يكونش واحد سوء تفاهم تقني. تحيه اليكم، دمتم بخير، السلام عليكم. ان شاء الله نلتقي غدا في تمام الساعه السابعه، السلام عليكم.